في أكثر الليلة مقابلتان، الأولى مع صلاح غالي وحديث عن الفن وذكر الثورة ووحدة الوطن الذي مزقته الفتن والأطماع، والثانية مع طارق الخراز وحديث عن الأمن والإرهاب وبنغازي التي افتديت بالدماء والأرواح. الحلقة تبدأ الآن، أهلا بكم جميعا إلى أكثر. خليك هكي معايا، لا ما تجيبنيش أنا، ما تجيبنيش أنا، زيب هضوم. هم يقولوا عاود، ما قالوا ليش عاود أغني طرابلس، قالوا لي عاود أغني بنغازي. تشد تبو بعد هيك خلاص فكونا. يا 27 من أغني جبا بنغازي، أمورة طيبة يا جماعة. طيب أصلك فكوه كامل اللي في قلوب المرض. أمر رجاله قاعدين ويشتغلوا ويقدموا. قدموهم واشكروهم واعطوهم معنويات وكلام طيب. هذا الطفل المحثور عليه نقوله ابن خليفة. ارفع على فوق شوي. هذا الطفل اهو. هذا الطفل اهو. السلام عليكم ورحمة الله. أحيا الفنان صلاح غالي حفلة في طرابلس بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة فبراير. احتشد الآلاف في ميدان الشهداء، وغنى صلاح أغانيه التي حفظها وأحبها الليبيون في أوج الثورة. غنى لبنغازي في قلب طرابلس، وتفاعل الحضور بشكل لافت وهتفوا في حب بنغازي، الأمر الذي لاقى أصداء طيبة في أوساط كثير من المتابعين، واعتبروا ذلك أكبر إثبات أن الوطن مهما مزقته الأطماع والفتن والصراعات لن ينقسم أبدا. نتابع معا هذه المقاطع المنتشرة على الإنترنت، ومن ثم لنا عودة لنجري حوارا مع الفنان صلاح غالي وضيوف آخرين بخصوص ما جرى. النبي صور لي الفرحة لما قلت كلمة بنغازي، صور لي الفرحة هذه، وهذه رسالة لأهل بنغازي. ما تسمعوش اللي يكذب عليكم، طرابلسية يحبوكم ويعشقوكم، وبدليل المنظر هذا هو ما قلت كلمة بنغازي كلها ناضت. وتحية من بنغازي لطرابلس وهال طرابلس، ناس أهل الجود والكرم. تحية شهداء بنغازي واللي حروا بنغازي. بنغازي عاشت سنين ظلام، لكن الحمد لله توها متحرى بهلها وبناسها وبالناس يصبوا معاها من كل مكان في ليبيا. أو بنغازي نعودها أخرى. ما هو غير خليك هكي معايا، لا ما تجيبنيش أنا، ما تجيبنيش أنا، زيب هضوم. هم يقولوا عاود، ما قالوا ليش عاود أغني طرابلس، قالوا لي عاود أغني بنغازي. تشد تبو بعد هكي خلاص فكونا، أطلعوا منها يا فتانين، قطعتونا وحرمتونا الفرحة. ومعنا عبر الهاتف الفنان صلاح غالي، ومعنا عبر سكايب المدون أسامة الفيتوري، ومعنا عبر الهاتف الناشطة السياسية عفاف رزيق. أرحب بالجميع. أبدأ بالفنان صلاح غالي، أهلا بك صلاح في برنامج أكثر. أولا، هل كنت تتوقع أن تأتي كل هذه الحشود إلى الاحتفال في ميدان الشهداء بطرابلس؟ أول حاجة أهلا وسهلا بك نبيل و شاهدين قناتكم الموقرة. وصراحة يعني الحق يعني حتى القائمين على الحفل ما كانوش متوقعين الحشود اللي جات الميدان. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حشود ناس بالالاف، يعني الاف مؤلفة كانت في الميدان
هم الناس اللي يصبوا في طوابير المصارف، هم الناس اللي يصبوا في طوابير البنزينة، هم الناس اللي يصبوا يعني اللي يعانوا في المعاناة اللي يعني شو نقول لك المعاناة اللي عايشها الشعب. هو نفس الشعب اللي عايش المعاناة، هو نفسه اللي جا حضر الحفل، لأن الشعب يشوف في الحفل هذا الحفل ساعة، هذا يوم شعب. وأنا قلتها في كذا لقاء وفي كذا مكان، إن اليوم هذا يوم شعب، اليوم هذا ناس ضحت من أجل ليبيا تعيش في أمن وأمان وتعيش في حرية وتعيش في ديمقراطية. مش هنكذبوا على بعضنا، لم تحقق 17 فبراير أهدافها لحد الآن، لكن الناس حاسة إن اليوم هذا يومها، تبي تطلع، تبي تحتفل. والسنة الاحتفال بصراحة كان غير صراحة، وهذه شهادة الجميع. مش عارف هل هي إن شاء الله بإذن الله بوادر خير السنة الجديدة، يعني فترة أحسن أو أيام جاية أحسن إن شاء الله. هذا اللي نتمنوه، إن السنة هذه تكون بدر بخير إن شاء الله بإذن الله، ونسمع فيها كل خير عن ليبيا. يعني صلاح، متى كانت آخر مرة أحييت فيها حفلة في طرابلس؟ 2014، يعني قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات بالضبط، 2014 كانت آخر حفلة لي، كانت في ميدان الشهداء. وبعدها بعد ما صار اللي صار طبعا في من الأحداث، فقطعت سنة، يعني ما قدرتش نجي طرابلس، أو ما يعني حتى الاحتفالات اللي اندارت بعد هيك ما كانت زي الاحتفال هذا. الاحتفال هذا له طعم ولون وشكل، يعني غير مثلا مش عارف انا في 2015 و2016 و17 ما كانش الاحتفال هيك. في الاعوام الماضيه صلاح، هل كانت توجه لك الدعوه ان تحيي حفله في مناسبات ضلع فبراير في ال4 سنوات الماضيه؟ صراحة لا، ما حدش يعني وجه لي دعوة. برأيك هذه المرة أو هذا العام، ما الذي تغير؟ ما الذي رأيت أنت أنه قد تغير؟ والله اللي تغير إن أنا زي ما قلت، يعني هي وين ردت طرابلس الناسها ردينا بناس. أنا ما يعني كان وضع السنين اللي فاتت كان وضع يعني صعب شوية، فهمتني؟ أمنياً و يعني حاجات واجد، فهمتني؟ فالسنة هذه لما وجهوا لي الدعوة ما نعرفش، حسيت هيك بارتياح ومطمئن إن أنا هنجي وهنحيي حفل، وأنا يعني متريح ومطمئن. يعني ما هذه حاجة هيك ما نعرفش، يعني حتى لو كانت وجهوا لي دعوة أنا السنة اللي فاتت ما أعتقدش إني أكتفي، تمام؟ لأن حتى كان الوضع في بنغازي كان صعب، يعني ما يخفش على حد الوضع في بنغازي. من اللي فاتن 2004 يعني في نهاية 2014 و15 و16، يعني كان وضع جدا صعب في بنغازي، فكان طبعا صعب الاحتفال. يعني يعني هو أي نعم هو يوم شعب، لكن بنغازي كانت تعاني وكان صعب إن إحنا نحتفل. لكن الحمد لله اليوم بنغازي متحرة، وشفنا نحن يعني بدرة من كتيبة 21 وكتيبة الصاعقة السنة هذه، سوق قدام المحكمة واحتفلوا. إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية هيكون احتفال كبير برضو في بنغازي، لأن إن شاء الله يكون يعني عم الأمن والأمان، يعني غير الأمن والأمان. أنا يعني هو الحمد لله بنغازي أمن وأمان، لكن قصدي إنه يعني صلاح، هل 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 تشعر بأن طرابلس أكثر أمناً من بنغازي؟ لا، مش موضوع أكثر أمناً، هي السبب اللي ما خلتش بنغازي تحتفل السنة هذه التفجيرين الأخيرات اللي صارن، فهمتني؟ فكان صعب أنت تطلع برضو تحتفل. لكن رغم ذلك نشوف الشباب عند في ميدان المحكمة قدام المحكمة واحتفلوا، ويعني وكانت يعني أجواء حلوة برضو يعني. لكن إن شاء الله بإذن الله يكون السنة الجاية يكون الوضع مختلف بإذن الله، وإن شاء الله نديروا حفلة كبيرة بإذن الله في بنغازي برضو السنة الجاية، وتكون برضو تحت شعار برضو يعني كرنفال سلام ليبيا. إنه هو في النهاية بك إن إحنا حتى لما توجهت لي الدعوة للحضور الحفل هذا إنه هو كرنفال سلام ليبيا، وإنه خلاص الناس تبي يعني تنسى اللي فات ويفتحوا صفحة جديدة، وخلاص يعني الناس تعبت وملت من الوضع. من وجه لك الدعوة بشكل محدد أكثر صلاح؟
اللي وجه لي الدعوة شركة نوميديا سيمان قصور هو اللي وجه لي الدعوة. هو اللي كلمني وقال لي عندنا كرنفال سلام ليبيا وفي زي اسمه سليم وزي دانيا بن سافي يعني في كوكتيل هيك فنانين جاي يعني من الفنانين اللي برزوا برضو في الثورة. واحد من أكثر الأشياء اللافتة صلاح خلال الحفل هو شدة تفاعل الجمهور والحضور مع المناسبة ومع الأغاني التي قدمتها على المسرح. أريدك أن تحدثنا أكثر عن هذا التفاعل خصوصا مع موضوع بنغازي وأغاني بنغازي. والله اسمعني، هو موضوع بنغازي وأغاني بنغازي هذه والتفاعل معها هذه مش جديدة على أهل طرابلس. أنا من 2011 تمام و2012 و2013 تمام و2014 ما فيش مكان يعني أو مناسبة درت فيها حفلة أنا غنيت فيها أغنية بنغازي. ولو ترجع برضو للشريط بتاع الحفلة مش أنا اللي جيت على بنغازي، هم اللي يعني بعد ما كملت أغنية طرابلس هم اللي قاعد يهتفوا يقولوا بنغازي. أنا كنت ديما أتعمد اني حتى في البلاي ليست بتاع الاغاني بتاعي ما يعني ما نغنيش في اغنيه بنغازي من نفسي، مين هم يطلبوها. فانا مجرد ما نقول اول اغنيه ثاني اغنيه بالكثير بالكثير ثالث اغنيه نلقاهم كلهم ينوضوا وكانت عز علي غني بنغازي هاي. فهذه حاجه هذه انا لمسها من 2011 من اول حفله انا درتها في الفندق الكبير قدام فندق الكبير تمام. هذه كانت اول حفله لي في طرابلس، هي كانت حفله التحرير. غنيت اول اغنيه وثاني اغنيه لقيتهم وكانت عز علي غني بنغازي هاي. يعني انا صبيت قدام الناس انا مش فاهم يعني انا يعني انتوا كيف انا نفس يعني لو ترجع برضه لشريط 2011 كلام قصدكم انا نفس الكلام اللي كان في الشريط هو نفس الكلام هذا تكرر في 2011 قلت لهم قصدكم انا في طرابلس وفي حفل تحرير طرابلس تمام وتطلبوا مني في أغنية بنغازي قبل أغنية طرابلس لنقنكم وعرين. قلت أنا ومكي بالليبي لنقنكم وعرين. هذه صارت في 2011 ولو الحفلة بتاعت 2011 موجودة تمام هتلقاها نفس الكلمة هذه أنا قلتها. لأني أنا أول ما دخلت أغنية مبروك عليك يا بلادي ثاني يعني بعد ما كملت الأغنية كان في ترحيب طبعا كبير جدا من الناس تمام وبعدها كلهم في صوت واحد مين أنا ما فهمتش كلهم في صوت واحد وكانت عز علي غني بنغازي هي. فقلت لهم انتوا قصدكم تطلبوا مني يعني انا في حفله تحرير طرابلس وتطلبوا مني في اغنيه بنغازي قبل اغنيه طرابلس لنقنكم وعرين. فموضوع حب بنغازي يعني من اهل طرابلس ولا لما درت حفله صبراته ولا لما درت حفله الزاويه موضوع حب بنغازي هذا يعني شيء يعني انا لعبته مع الناس مع الجمهور. ما عمريش غنيت أغنية بنغازي هيك من نفسي يعني خشيت هيك غنيت الأغنية الأولى بعدها خشيت غنيت أغنية لا ما عمرها صارت معايا. ديما ما هم من نفسهم يطلبوها وبنفس الهتاف هذا وكانت عز علي غني بنغازي هي وبالروح بالدم نديك يا بنغازي. فموضوع يعني أغنية بنغازي أو حب بنغازي بالنسبة لأهلنا أنا في طرابلس وبالنسبة لأهلنا أنا في الغرب تمام هي حاجة يعني من داخلهم يعني حاجة مش مفروضة عليهم أنا مش فرض عليهم أغنية بنغازي يعني أنا لا هذه حاجة منهم هم. فهذا أكبر دليل إن يعني ترابط الشعب لأن ما أنت في النهاية بك أنت هم ليبيين ما همش أنت أنا مأجرهم بس يقولوا لي الكلام هذا ولا هم عندهم بنغازي حاجة كبيرة تمام نعم. وما عندهمش صغيره وما عندهمش الحقد على بنغازي ولا بنغازي عندها الحقد على يعني بالعكس انا برضه لما نكون غادي يطلبوا مني في اغنيه طرابلس يحبوا طرابلس لكن السياسيين والسياسه والقصص اللي صارت هذه كلها هي هذه اللي فرقت الناس مش فرقت الناس اللي يعني هم يحاولوا هم نعم. يعني لكن صلاح لكن هذا بالنسبه للاغنيه لكن حينما تحدثت عبر المايك الى 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 كل الجمهور واثنيت على شهداء بنغازي وعلى تحرير بنغازي من الظلام ومن التطرف كيف كان رد الفعل؟
رد الفعل الناس تجاوبت معاه وانا يعني هذا موجود في الفيديو. طيب نحن لدينا فيديو صلاح، ما رايك؟ سوف نكمل معك الاجابه، اريد فقط ان اعرض عليك فيديو هو منتشر نشره مدونون، يبدو انهم كانوا حاضرين هم ايضا خلال الحفل الغنائي الذي احييته في ذكرى فبراير السابعه. فيديو يظهر رد فعل مختلف تجاه ما ذكرته عن تحرير بنغازي من الإرهاب. نتابع هذا الفيديو ومن ثم نعود حتى نسمع منك تعليقا على الظروف التي كانت تحيط بهذا الفيديو والتي لم تظهر بشكل واضح خلال التسجيل، فلنتابع. هذا الفيديو صلاح غالي نشره مدونون وقالوا على عهدتهم بأنه كان رد فعل عدد من الحاضرين في الاحتفال حينما ذكرت تحرير بنغازي وشكرت شهداء بنغازي والجيش في بنغازي. تفضل، كيف تفسر ذلك؟ كم واحد كم أنا والله 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 ما شفت الفيديو، أقسم لك أقسم برب العزة أنا ما شفت الفيديو، بس هم كم واحد اللي قالوا الكلمات؟ أكيد بنين عندك في الفيديو. نعم، عدد من 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 الحضور وسط الالاف. يعني كم واحد؟ نعم، يعني انت لم تنتبه على 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 الهواء خلال الحفل لهم وعلى هتافهم بان تعود؟ والله والله ما شفتهم، والله ما شفتهم ولا سمعتهم، نحلف لك والله اللي خير من الدنيا كلها اقسم برب العزه ولا شفتهم ولا سمعتهم، لان هم ما كانوش باينين في وسط الالاف اللي كانت فرحانه باللي انا قلته وكانت مبسوطه، وانا كل الناس اللي تقابل معاها في الشارع يقولوا لي بارك الله فيك على الرساله اللي انت وصلتها من اهل طرابلس لاهل بنغازي، بارك الله فيك ان انت يعني برسالتك هذه انت قاعد توحد في الناس وتوحد في الشعب واستمر يعني في اللي انت تقول فيه واللي انت تدير فيه. فانا هذوم انا ما سمعتهمش، وانا هذوم اللي هم قالوا هيك هم يعني اكيد مش من اهل طرابلس، تمام؟ اكيد هم من اهل بنغازي اللي هم موجودين هنا، وانا نوجه لهم نقول لهم يعني يعني مش عارف شو نقول لك، انا يعني سواء انا ولا لا يعني الناس في بنغازي اكيد مش مبسوطين ولا فرحانين بالناس المهجره هنا في طرابلس، تمام؟ واكيد اللي مش داير شيء يروح، وانا على استعداد تام اني انا يعني ندير مبادره بين يعني اصلا هو ما فيش شيء اصلا، اللي مش داير شيء والله اقسم بالله ما في حد يدي صوره وهيروح ويروح حوشه، واكم من الناس روحت وردت حشانها، ما فيش اي موضوع. في اعلام يعني اسود، تمام، قاعد يفتن بين هنا وبين هنا وبين هنا وبين هنا ومخشش الدنيا كلها في بعضها، تمام. انا يعني هنأكد على كلمه قالها زميلكم صاحبي وصديقي عماد حامد، تمام، لما كتب بوست على الفيسبوك وقال انا ديما نسمع ان ما نقدرش نمشي بنغازي ومش عارف شنو، ما نقدرش نمشي وين وما نقدرش نمشي وين، دار بوست هيك اني انا مشيت، قال انا ما عادش بنسمع لحد من هنا، طول ما انا قاعد على فيسبوك وطول ما انا قاعد قدام التلفزيون انا معناه مش هنتحرك من مكاني، قال لك انا تحركت ومشيت ومشى بنغازي ومشى البيض او مشى مش عارف شحات ومشى نفس، تمام، وما فيش حد كلمه ما فيش حد شوره. هذا بالنسبه للعماد، فنفس الموضوع الناس اللي قاعدين هنا من بنغازي يعني اكيد ما فيش الناس اللي في بنغازي مش مبسوطين انكم برا حشانكم ولا انكم يعني مهجرين، اللي مش داير شيء واللي ما فيش يعني في يده دم يروح. انا عندي ناس اصحابي برضه من هنا من بنغازي على فكره قاعدين هنا في طرابلس، وناس برضه ما لهمش علاقه بالموضوع الا مثلا عنده اولاد عمه اولاد خاله ولا عنده اخوه ولا ف يعني قاعد الموضوع شائك وصعب جدا ولازم من حل، يعني هو لازم من حل، لازم النفوس تهدى، لازم الحياه ترجع من ثاني، لازم الود يرجع من ثاني، لازم الحب يرجع من ثاني، لان يعني انت قعدت يا سيدي في طرابلس ولا قعدت في مصراتة ولا قعدت في الزنتان ولا قعدت في اي مكان وسيبت حوشك، ما هو ما مش حل باهي. وبعدين هيجي برضه عندك في داخلك في حقد في ضغينه في حاجات واجد هتخليك برضه
تتناقم على الوضع كارهه. فهي انا يعني هذه حاجه مني انا، وانا نطلب السياسيين ان هم يتدخلوا في الموضوع هذا تمام، وان هم يديروا مبادره صلح، يعني صلح كورغا وصلح بنغازي وصلح. لازم الحياه ترجع يا ناس، والله اقسم بالله راهو اخرنا مترو في مترو وماشا بيضه وهنمشي تحت نمشي تحت التراب. فالوضع طيب. مزري، الوضع صعب، الوضع حساس. عين الشمس ما تغطاش بالغربال، بنغازي كان فيها ارهاب، طرد كان فيها ارهاب، مش هنضحكوا على بعضنا تمام. كل شيء قاعد موثق في النت، قاعد هو النت والفيسبوك هي حياتنا. وللاسف ان الفيسبوك انا لما يعني انا لي فتره مسكر الفيسبوك صراحه، لي سنه مسكر الفيسبوك تمام، لكن كنت تشوف هذا يصب في هذا وهذا يلعن في هذا وهذا مش عارف ايش فيه باهي. وبعدين يعني الحل شنو؟ انت هتيجي تصب فيه وانا نصب فيك وانت ما هو بعدين. وبسبب من؟ بسبب سياسيين وبسبب ناس قاعده عايشه مبسوطه وامورها تمام التمام، والشعب هو اللي قاعد ياكل في بعضه. يعني الشعب قاعد ياكل في بعضه بسبب يعني حاجات يعني شو نقول لك؟ انفرضت عليهم. طيب نعم الوضع اللي انفرض علينا هذا لازم نحلوه. نعم طيب سوف اعود اليك صلاح، ابقى معي لو سمحت. سوف اعود اليك، اتحول الى المدون عبر سكايب من برلين اسامه الفيتوري، وايضا الناشطه السياسيه عبر الهاتف من القاهره عفاف ارزيق. اسامه وعفاف اهلا بكما. حاولت ان اتحدث وان اطرح اكثر من سؤال حتى يعني يكون هناك ارضيه نعلق عليها معكم اسامه وعفاف. ابدا بك اسامه، كيف ترى هذا الاحتفال بذكرى ثوره فبراير، الاحتفال الذي نظم في طرابلس وشارك في إحياء هذا الاحتفال صلاح غالي، والكلمة كلمة الشكر التي وجهها صلاح على الهواء مباشرة من على مسرح الاحتفال إلى بنغازي وتحرير بنغازي من الإرهاب؟ هناك من اعتبرها شجاعة وأثرت الكثير من ردود الفعل سلبية وإيجابية. أنت أيضا كمدون أسامة تناولت هذا الموضوع عبر صفحتك على الفيسبوك، نريد أن نسمع وجهة نظرك. اولا اهلا بك يا نبيل، واهلا بضيوفك الكرام اللي معك. اولا ما فيش تشكيك ما بين العلاقه البنغازي، يعني هذا شيء، واللي نحكوا عليه شيء اخر. اسامه عذرا لان الصوت فقط انقطع، كنت تقول لا يوجد تشكيك في ماذا؟ اعد لو سمحت. اهل طرابلس اهل بنغازي يعني من الناس المدنيين من المدينتين، يعني هذا شيء منفصل على القضيه الثانيه اللي احنا حكينا عليها اللي هو من يحكم طرابلس، من يحمي المسرح اللي غنى عليه صلاح، من كان على المسرح قبل ما 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 ما, ما يركب صلاح على المسرح ويهني بنغازي، من كان حاضر في الحضور اصلا. هذا شيء بالنسبه لموضوع الاحتفال اللي نحن حكينا عليه، انا مانيش ضد الاحتفال، ولكن زي ما اشار صلاح يعني ان فبراير عند اليوم ما حققتش اهدافها وما حققتش شيء، يعني والوضع كنا عارفين ما نقدرش ننكره ان حاليا مشى للاسوء. انا عن نفسي نؤمن بمشروع فبراير ولكن ما حققش شيء، والمفروض الاحتفال بعد النجاح مش بعد، يعني ما نحتفلوش لما نخشوا للمدرسه، نحن نحتفلوا لما نتخرجوا من المدرسه. ما نقدرش انا اليوم نحتفل وفي ناس يعني قاعده في الصحراء من تورغه، والله في حد عنده حد مخطوف، والله في ناس ما زالت قاعده تموت الى اليوم. الموضوع الثاني اللي انا حكيت عليه وحكيت معايا حتى حضرتك عليه، هو موضوع ان لما صلاح، هل تعتبره مستفز اسامه؟ الاحتفال بثورة لم تحقق أهدافها بعد مثل ما تقول، في ظل وجود الكثير من الآهات والأوجاع والمعاناة، هل تعتبره استفزازا للآخرين؟ ما نشوفش فيه استفزاز أكثر ما أني نشوف فيه أن الناس اللي جاية تحتفل مش جاية تحتفل لأن بفبراير، هي جاية تحتفل يعني جزئين، يعني شماتة في الغير اللي هي للأسف يعني هذه بدأت من احتفالات 2011، أن هي شماتة في الطرف الآخر اللي اختر، او لان الناس بس يعني بالكابت يبوا يطلعوا لقوا حفل، يعني لو قلنا درنا نفس الحفله يوم 2 مارس انا متاكد حيطلعوا مره ثانيه نفس العدد. السؤال هنا في هذه النقطه، هناك من يقول لماذا لم تحتفل بنغازي،
يعني إن كانت الثورة انطلقت شرارتها من هناك، أليس بنغازي هي الأولى بأن تحتفل؟ ما الذي يمنع الاحتفالات في بنغازي؟ لأن الصعب تحتفل في بنغازي يا نبيل، لأن في تقريبا كل شارع أو كل منزل فيه وجع في بنغازي، وهنا هو الفرق اللي أنا نحكي لك فيه، لأن أنا ما نقدرش نطلع نحتفل وأنا يعني ما نقدرش نحتفل بخسارة، أنت قاعد تحتفل بشيء أنت خاسر، يعني الحرب في بنغازي معلمة يعني زي ما نحن نقوله بالليبي في كل منزل السبع سنوات اللي فاتت، هي مش الفكرة أن مثلا طابور بنزينة ولا طابور مصرف ولا سيولة، لا الموضوع في بعض المدن وصل لي أكبر من كده، أنا نحتفل احتفلوا الناس في بنغازي في 2011 وفي 2012 لعند 2013 بعدين خلاص، لأن الاحتفال نفسه فيه نوع من الكذب على النفس، لما لا نطلع نحتفل بشيء أنا فاشل فيه، يعني غير كأني بس بنوري الطرف الآخر أني أنا فرحان أو لأني أنا نقدر نحتفل، بس مع ذلك يبقى حرية شخصية وبينهم أصلا الناس اللي جت تحتفل ما أذتش حد، وأنها قاعدة تحتفل بصفة يعني بطريقة مدنية وعادي، يعني ما نقدرش نلوم حد في الآخر. ماذا عن صلاح؟ ما رأيك في 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 مشاركة صلاح بالاحتفال، ليس الحديث عن طرابلس وإنما المشاركة في احتفال بمناسبة الثورة في ظل الأوضاع التي تشهدها ليبيا هذه الأوقات، هل أنت مع أن أن أن, أن يلبي أي دعوة بمناسبة الاحتفالات بفبراير مثل ما حصل أم لا؟ والله ده زي ما قلت لك يا نبيل، هو في الآخر حيكون هو في الآخر قرار شخصي، حرية شخصية للي بيحتفل يحتفل واللي ما بيش يحتفل ما يحتفلش، أنا عن نفسي يعني شاركت في فبراير من أول يوم، وزي ما قلت لك ما زلت مؤمن بمشروع فبراير، ولكن مستحيل حنحتفل لا السنة هذه ولا اللي فاتت ولا اللي جاية، ما زال بدري على الاحتفال، ممكن يا رب يعني لو قدرنا واحتفلت بعد 20 سنة كويس، بس مش اليوم مستحيل، يعني اليوم ما قدمناش شيء، فبراير ما عطتش شيء باش أنا نحتفل به أو باش أنا نفرح به، ما زال نشوف فيه أنا فيه، أنا قاعد نكذب على روحي لما أنا نركب على مسرح ونغني ونحتفل، نحتفل بشنو يعني؟ دعني أسأل الناشطة السياسية عفاف رزيق، ومن ثم أعود لكما أسامة وأيضا صلاح غالي. عفاف أهلا بك في برنامج أكثر. أسامة لا يرى بأن هناك ثمة ما يدعو إلى الاحتفال في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي تشهدها كل ربوع البلاد تقريبا، ما رأيك أنت؟ ما سبب خروج كل تلك الحشود في طرابلس للاحتفال؟ هل توافقين على تفسيرات أسامة أم لا؟ عفاف رزيق، عفاف موجودة معنا على الخط الهاتفي إن كنت تسمعيننا. طيب أعود للفنان صلاح غالي. صلاح، ما رأيك في هذا الكلام من أسامة، وهو على فكرة موجود ومتداول بكثرة، يعني أنت أيضا شاركته في جزئية أن يعني فبراير لم تحقق أهدافها بعد، لكن إن لم تحقق أهدافها بعد إذا يعني ما مبرر أن يتم الاحتفال بالثورة وهي لم تنجح في تحقيق أهدافها؟ أول حاجة طبعا أنا أحب أرحب فيه، تمام. نحن نقدر نقوله أن هو يعني إحياء ذكرى أكثر من هو احتفال، تمام. يعني هو ما هوش احتفال، إن فعلا إحنا الاحتفال الكبير يوم ما الدنيا يعني ترجع، وأنا في الأول في الآخر أنا رجل فنان، أنا مني سياسي، تمام. لكن أنا اللي نحب يعني نقوله إن الموضوع يعني هو إحياء ذكرى، تمام، أكثر من هو احتفال. إحياء ذكرى اليوم ناس ضحت من أجل على خبر ليبيا، على خبر إن هم تكون الحياة أفضل، لكن إحنا زي ما قلت لك مش هنكذب على بعضنا، ومش يعني وإن شمس ما تغطاش بالغربال، يعني زي ما يقولوا فيها فبراير لم تحقق أهدافها إلى الآن، تمام. لكن الناس عندها يعني اللي جو للساحة عندها اللي خو مات واللي رجلها مات واللي ابنها مات واللي يعني في ناس واجد كانت موجودة في الساحة، تمام، عندهم ناس استشهدت في الحرب، فهمتني؟ فهم يعتبروا في اليوم هذا العيد بتاعهم، لأن ما فيش يعني أيام الحرب ما فيش خيمة دارت، يعني ما فيش خيم
عزان داره كانت كلها خيام افراح تمام بالنسبه لهم انهم يعتبروا فيها ونحن يعني نسال الله ان هم يكونوا يحسبهم عند شهداء عند الله فهمتني فهم يشوفوا في اليوم هذا هذا يوم العيد بتاع مثلا هذا عيد رجلها هذا عيد ابنها هذا عيد خوه هذا عيد ولد عمها هي الفكره هيك تمام لكن لم يأخذ صلاح لم يأخذ كثيرون الموضوع بهذا المعنى يعني هناك من وجه حتى لكم الاتهامات وربما وصلك شيء منها كيف ترد على هؤلاء نعم يعني هناك من لم يأخذ يعني هذه الفكرة من جراء الاحتفال حتى أنه وجه الاتهامات لك بشكل مباشر بخصوص مشاركتك لا انا ما انا ما توجه ليش اتهامات لاني انا في النهايه بكل مش يعني انا مش بروحي يعني طلعت وصرت ثوره وربحت الثوره لا في ناس يعني طلعت في شعب طلعت ثوره هذه وانا قلتها من قبل الثوره هذه ما هيش ثوره حزب ولا ثوره جماعه ولا ثوره حكومه ولا ثوره حد بعين هذه ثوره شعب تمام واللي طالع الساحه هذه هو الشعب ما فيش حد قال له اطلع بالصيف ولا ناس يعني تقدر تعتبرها زي ما انا قلت لك ناس تحفل بالعيد هذا ان هو عيد ثوره الناس صحت من اجل اليوم هذا تقدر تعتبرها ناس خلاص ملت من الوضع مثلا وطالعه تبي تفرح تبي تدير اي حاجه تبي تغير نمط الحياه ان شاء الله حتى لو ساعات يعني ساعات قليله زي ما يقولوا فيها يعني انت الاحتفال هذا كله على بعضها كم ساعه اربع خمس ساعات يعني أربع خمس ساعات إن الناس تطلع تفرج عن نفسها يعني مش هنحاسبوا الناس عليهم ونسكونهم عصاهم ونقولهم انتوا عايش تحتفلوا ولا انتوا عايش نعم الناس تبي تحتفل تبي تغير المود الكآبة اللي في البلاد وممكن تيجي هذه بادر التفاؤل زي ما قلت لك أنا إن هي تكون سنة يعني جديدة فيها خير للناس كلها يعني تقدر تحسبها بجميع بجميع الجهات يعني نعم ما تقولش نبدو متشائمين هو قال نعم. أنا هو توا الأستاذ قال انا ممكن نحتفل بعد 20 سنه عايش 20 سنه يعني عليش التشاؤم نظره التشاؤم لل يعني للمنظر هذا نعم صلاح كنت في خلال الحفل كنت يعني تتكلم وتقول يعني اسمعوا يا مفتنين او يعني وقف يعني خلاص يعني كنت توجه رسائل الى من سميتهم بالمفتنين هل وصلت الرساله هل تشعر بان رسالتك وصلت والله انا يعني حسيت ان رسالتي وصلت من الشارع من الناس اللي نشوفها يقول لي بارك الله فيك على اللي انت درته اللي نشوفها يقول لي انت قلت الحق انت رجعت وحدت الناس من ثاني انت وصلت رساله كانت غايبه من الاعلام انت وصلتها يعني للناس كلها في كلمتك اللي انت قلتها هذه فهو الموضوع ان ردود الفعل انا شفتها من الناس الحمد لله رب العالمين هذه عطتني رياحية وريحتني ان درت حاجه كويسه جيد يعني هذا اللي نقدر نقوله لك ان انا ما فيش حد شفتها قال لي لا انت كيف مش عارف لا الناس كلها شافت ان انا يعني قلت كلمه طيبه في حق الناس ان وصلت لهم مسج ورساله ان يا ناس راهو الناس اللي لان انت لو يا نبي لو تخش على الفيسبوك هتشوف مهازل يا رجل وما تدريش هذول من اصلا مرات يجي جيش الكتروني بتاع حد خاص يفتن بين هذا وبين هذا وبين هذا وهو على ارض الواقع ما فيش الكلام هذا الفتنه واللي صاير هذا كله صاير على الفيسبوك على المواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا الفتنه صايره لكن لما تنزل ارض الواقع تنزل للشارع ما فيش الكلام هذا يعني انت لو مثلا يا سيدي خليني نقولوا ان تمام انا لو كنت نطقت لو في حقد وكراهيه وغل على بنغازي وان هم ما يحبوهاش هيخلوني نغني اغنيه بنغازي ولا نعاودها ولا يقولوا بنروح بالدم نديك يا بنغازي لعند نهار اليوم فموضوع اللي على والله اللي على السوشيال ميديا مختلف تماما عن اللي في الواقع وهذا الناس على ما اعتقد الناس كلها لمساتها وشفاتها في عيونها يعني نحن مش الموضوع معوش 3D ولا نحن دايرين منتجين حاجه مش من الواقع. طيب صلاح ابقى معي لو سمحت سوف اعود اليك في مره اخيره اتحول الى الناشطه السياسيه عفاف ارزيق وايضا اسامه الفيتوري. عفاف اهلا بك في برنامج اكثر. السلام عليكم اخوي نبيل ومرحبا بك الكرام وعليكم السلام المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمه الله. عفاف الحديث عن الاحتفال الذي جرى بمناسبه ثوره
ثورة فبراير واندلاع الثورة في طرابلس تحديدا، بما أن الصور كانت كثيرة تأتي من طرابلس، الحديث عن يعني هناك من يقول بأن هذه الثورة لم تحقق أهدافها بعد، وهناك الكثير من الأوجاع، يعني هناك الآلاف من المهجرين داخل وخارج البلد، الأوضاع المعيشية صعبة، الاقتصادية صعبة، التعليمية صعبة، الصحية صعبة، يعني كل شيء في تدهور، بالتالي ما اعتبر هذا الاحتفال يعني يعطي رسائل سلبية للموجوعين أو رسائل استفزازية لمن لديهم يعني مشاكل جراء فبراير. كيف تعلقين على هذا الموضوع؟ ما الذي يدعو إلى هذا الاحتفال بهذا الكم من الحضور على عكس الأعوام السابقة لنفس المناسبة؟ طبعا أول حاجة يعني أنا بالنسبة لي أنا يعني نظر في الكرنفال هذا اللي صار، شفت أنه هي رسالة سلام تبعت مسج يعني أن يعني يكفي من الحرب، يكفي من الفتنة، أن ليبيا واحدة، أن يعني طرابلس عاصمة من الجميع، عكس مثلا السنوات السابقة اللي كانت يعني من 2014 تقريبا، يعني قريب سنتين أو ثلاثة جابت يعني سيطرة ما يعرف بحكومة الإنقاذ أو ما يعرف بالجماعة الليبية المقاتلة والإخوان اللي سيطرة عن بعد حرب أجر ليبيا، كانت طرابلس صعبة أنك أنت تدخلها، صعبة أنك أنت تكون واحد، بس يعني بعزم رجالها وبولادها يعني يعني حتى من الرسالة اللي سمعتها يعني موجودة والسلام صلاح غالي كان يقول يعني شنية رجعنا لطرابلس وإنها هي رجعت لولادها، ثاني كلمة يعني حقيقية وموجودة يعني من المتواصل مع الشارع الطرابلسي، بالعكس يعني أنا نشوفها إنها هي رسالة تبعث للمهجرين إن هم يرجعوا، الناس مثلا اللي برا بإن راه طرابلس آمنة، وبالعكس أنا تمنيت يعني ذاك اليوم نشوف الناس إن هي كيف طالعة، الناس إن هي كيف فرحانة وكيف يعني نشوف إني يعني رجع لي أمل إني هنرجع يوم من الأيامات لطرابلس، أنا من أحد الناس المهجرة يعني محارب فجر ليبيا، بالعكس شفتني رسالة إني أرجع وإن طرابلس يعني رجعت لأولادها ورجعت لناسها يعني ونحن نقدر نرجع يعني بسلام غير حرب يعني. هناك صفحة تحمل اسمك وصورك حتى سيدة عفاف فرزيق على الفيسبوك، وهذه الصفحة نشرت باسمك الفيديو الذي كان يوجه فيه صلاح كلمة إلى من سماهم بالمفتنين، بأن هذه ليبيا هي واحدة، طرابلس تغني لبنغازي، وهو يعني في الصفحة على أساس يعني أنت صاحبة الصفحة على الفيسبوك نشرت هذا المقطع لصلاح وذكر عليه هذه رسالة الفنان صلاح غالي إلى أهل الفتنة في بنغازي. أريد أن أعرض هذه الصورة على الفيسبوك. الحساب كنت في اتصال معك تحت الهواء، أكدت بأنه هو حساب مزور ليس حسابك الشخصي. ننشر الصورة المزورة ومن ثم نسمع تعليقا منك لو سمحت عفاف على هذا الموضوع. معك في الاجتماع. نعم، هذه هي الصورة التي يظن كثيرون بأنها هي صورة حسابك الحقيقي على الفيسبوك، وتحمل الكثير من المنشورات التي يعني تدعو إلى نشر الحقد والكراهية بين المدن بين الليبيين، وكلمة صلاح بحسب الجملة التي نشرت مع التسجيل رسالة من الفنان صلاح غالي إلى أهل الفتنة في بنغازي. هناك الكثير من التعليقات التي تعمق الشرخ الموجود داخل ليبيا. ماذا تقولين إلى من يتولى هذه الصفحة وما ينشره باسمك فيها؟ بداية طبعا أنا يعني ما عنديش أي صفحة عامة، هي طبعا الصورة طولي موضحة شاشة، هذه صفحة عامة اللي هي بيج، يعني أنا ما عنديش إلا أكاونت شخصي، حساب شخصي اللي هو حساب يعني خاص فيه تقريبا 34,000 متابع، بس هذه الصفحة يعني مش لي. برأيك ما دوافع هؤلاء الذين يقفوا خلف هذه الصفحة وخلف صفحات مشابهة وينشروا هذه المنشورات التي تعمق الشرخ الاجتماعي والوحدة بين الليبيين؟ هذه يعني نبيل يعني الناس، هذه أول حاجة يعني أمر في نفسها، يعني الناس أن تصنفها أن هي يعني شوارد أو يعني ناس
مصيبة نفسيا، بس يعني روح الكراهية روح الفتنة، يعني ممكن أي شخص ينتحل في شخصية أي شخص مشهور أو شخص يعني أنت عدد متابعين هلا شوف يعني هل صفحات يعني مفتوحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سواء كانوا إعلاميين أو نشطاء سياسيين أو فنانين أو مثلاً مسؤولين سياسيين، للأسف يعني مش أنا بس عفاف رزق نعاني من هذه المشكلة، يعني مئات الأشخاص يعني الموجودين واللي عندهم يعني جنبين فانس أو معروفين في الشارع الليبي يعاني من هذه المشكلة، كلمة يعني من ممكن نوجهها اللي يعرف عفاف رزق ويعرف توجهاتها ويعرف فكرها ويعرف أخلاقها قبل أي شيء، يعرف أن أنا مستحيلة ننزل المستوى هذا، مستحيلة أني نتكلم بآلية، هذه مستحيلة أني نبدأ روح الفتنة أو أي حاجة أن هي تزيد من شرخ وطني، بالعكس تحمي النادي أن يكون تكون ليبيا موحدة، تكون يكفي حرب يكفي ودم يكفي فتنة. نبيل يعني أنت عندك حتى لما كلمت يعني في الحساب الشخصي بتاعي أول حاجة قلت يعني لما خشيت وطلعت على الصفحة شفت أنك أنت يعني منزل حتى صور وكلام واحد في الصفحة هذه، عرفت كثير من الشيء أنت يعني عفاف، لأنك يعني أنت تعرف مثلا عفاف يعني كيف فكرها أو كيف أخلاقها يعني ممكن أن يعني نشوف من الناس اللي تعرف عفاف أن هي مش هتصدق أن عفاف أن هي تتكلم طيب بطريقة هذه أو واحد. طيب جيد جيد أننا وضحنا هذا الموضوع عفاف. دعيني نعم دعيني أتوجه إلى أسامة الفتوري. أسامة، هل ترى مثل ما ترى عفاف ويرى صلاح غالي بأن طرابلس عادت إلى أهلها وإلى أولادها اليوم؟ أسامة الفتوري. نعم أسامة الفتوري. أنا سامعك بوضوح. نعم تفضل. يا نبيل أنا 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 خايف بس نكون أنا نحكي على نقطة تختلف عن النقطة اللي يحكي عليها صلاح وعفاف. موضوع ان هل في شرخ اجتماعي في ليبيا ما بين ناس طرابلس وناس بنغازي، هذه متفقين عليها، ما فيش عليها خلاف، شرق وغرب وقصص الناس الثانيه اللي عندها امراض نفسيه وحتى هذا الشرخ فيها. اسامه عذرا على المقاطعه، مش انا نعرف انك انت صريح وجريء، نحن دائما نحاول ان نكابر، نقول دائما بان ليبيا واحده والليبيون هم شعب واحد وانتماء واحد وهذا حقيقي، ولكن ايضا هناك شرخ مثل ما ذكرته الآن موجود، هناك اختلافات وهناك من يلعب على وتر التفرقة، وإن لم يكن هناك وتر أصلا لما عزف عليه العازفون، أليس كذلك؟ ما أصل هذه الحكاية؟ أوكي ممتاز، بس لما صلاح قال أنا نحب أن ليبيا تعاود والحب يعاود، ما فيش حب أكبر من اللي بدأت بيه 17 فبراير، يعني لما كل ليبيا من شرقها لغربها كانت كلها يد واحدة، لكن اللي سبب الشرخ هذا أصلا من أول يوم، ولما عفاف قالت من 2014 الى 2018 طرابلس كان اليوم امس، حتى هو قال انا من 2014 ما جيتش لطرابلس، اللي سبب الشرخ هذا اصلا اولا هم نفس الميليشيات اللي امس حرسات المسرح في ساحه الشهداء، هالميليشيات اللي امس موجوده، يعني ما فيش شيء تغير جد، ما فيش شيء، في نقص عدد منهم، في عدد جديد زاد على الفيله الاولى، بس نفس الميليشيات نفس المحتوى اللي كان موجود في طرابلس من 2011 وشارك في فجر ليبيا وشارك في حرب المطار وشارك بعدها في حروب تانية لي من أسبوعين فاتا عند بعتيقة، هم نفسهم اللي موجودين. ما الذي تغير إذن أسامة؟ إن هي نفسها نفس المجموعات المسلحة في طرابلس، ما الذي تغير في هذه المجموعات برأيك حتى أقيم الاحتفال؟ بالضبط اللي تغير من 2014 خلينا نكون تحديد ل 2017 إن ما فيش صراع على السلطة في الميليشيات في طرابلس، يعني الميليشيات اللي موجودة اليوم تريحت على الوضع في طرابلس، نحن متريحين، نحن مسيطرين، نحن نجيب صلاح يغني يوم 17 بس ما نجيبوش يغني يوم 3/6 في يوم آخر عادي، بس نجيبه يوم 17 عشان نقاربين حد ثاني، عشان رسالة لخصم سياسي آخر، أنا متأكد لو صلاح قال الكلمة هذه في حفل غنائي آخر مالوش علاقة خلينا نقولوا في عيد الطفل كانوا حينزلوه من المسرح، لكن لان المناسبه غير مناسبه بس فقلوا، هذا شيء. الشيء الثاني لما عفاف تقول ان طرابلس روح، انا ممكن انا اكون مغيب، ممكن انا اكون مانيش فاهم، بس مانيش عارف هي روحت لمن، هي نفسها ما فيش فرق 2011 2014 2018 انا نضمن لك ان نفسها الناس اللي ما اللي ناس اللي قاعده على الهرم السلطه الامنيه في طرابلس ما تغيرش منهم حد، نقص منهم شويه جماعه المقاتله طلعوا طلع عن كتائب ثانيات محسوبة على مدن ثانية خشت مكانها، لكن
الرئيسيين اللي هم يعني حنسمي اسماء زي غنيوة زي التجوري زي الردع زي هذوما موجودين زي ما هم. انا كمواطن ليبي يعني حتى ولو انا عن نفسي كنت في الجانب الامن مع اهمه ومشيت بكره الاضراب يسحموني هذوما مستحيل حيحمو لي دوله والله حيقدم لي دوله والله حيعرف اصلا الدوله كيف تشتغل. ان هو ما نزل صلاح من المسرح هذه حاجه سلبيه المفروض ما يمنش عليا بها، المفروض ما يقولش او والله هو عنده مليان اخطاء لكن ما زادش خطا اخر في الطبقه نتاعه. لكن الشيء اللي مفروض انا نساله هو اصلا المفروض ما يكونش موجود، باش نزل صلاح والله باش يخليه قاعد على المسرح. هناك من 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 اقام مقارنات وقال بان صلاح نفسه لو احيا حفله في بنغازي في مثل هذه المناسبه واثنى على قوات من غرب البلاد لا لحصل العكس تماما مثل ما حصل معه في طرابلس. ما رايك نبيل؟ انا نبيل ما تسمعش السؤال، ممكن تعاود لي؟ كنت اقول بان هناك من اقام مقارنات وقال لو صلاح اثنى على قوات مسلحه او عسكريه من غرب البلاد وهو في حفله في بنغازي مثلا لانزل من المسرح واعتقل وحقق معه. اوكي، لان بالضبط الحاله تختلف، لان السؤال نفس السؤال مش صحيح، المفروض ما يسالش. لان بنغازي او من في بنغازي حتى ناس كان بنغازي انسى ان الامن لو ان صلاح غنى الاغنيه دي وشكر القوات في طرابلس وغرب ليبيا كانت الناس حتنزله، ما كانش مش جهه امنيه، كان الحضور حينزلوه. لان الميليشيات اللي في طرابلس او غير طرابلس مناطق المجاوره يعني من مصراته الى زواره، خلينا نقول الميليشيات في المنطقه المحصوره المنطقه الجغرافيه المحصوره في شمال غرب طرابلس هي اللي مسؤوله عن دعم الارهاب في بنغازي. يعني اول يعني قبل حفل صلاح بيوم كان نوري بوسهمين طالع على قناه نبا ويحكي يقول نحن اللي مسؤولين عن دعم الميليشيات في بنغازي، عن دعم الجماعات الارهابيه بكل شيء، بسلاح بدواء بعلاج كل شيء حتى اعلاميا. فهذا هو سبب النقم اللي قاعدين فيه في بنغازي. يعني انا ما تجينيش بعد هذا كله بعد 3 سنوات في بنغازي وتقول لي وتشكر ميليشيات الموجوده في المنطقه الثانيه، بينما العكس يعني انت ممكن تقولها لانهم هم ما ضرهمش، هم بعاد عنهم. يعني ما فيش مستوى السؤال، اصلا السؤال ما هوش عادل، المعادله ما هيش عادله. نعم فهمت عليك، يعني لم يقع ضرر على طرابلس من القوات المسلحه الموجوده في بنغازي حتى نقارن بين بنغازي وطرابلس في ردود الفعل ان حصل نفس الموقف. بالضبط، لان المعادله مختلفه، ما هياش واحد، مش نفس الشيء، ما يحبوش بعضهم مختلفين، اوكي. نكره اللي موجودين في السلطه في بنغازي، اوكي متفقين معك، لكن مش معناه اني انا حنبيض ملفات الميليشيات الموجوده في طرابلس لانهم بس خلوا صلاح يشكر تحرير بنغازي او ما اذوش يعني بالتحديد علي لما شكر تحرير بنغازي. هل تشعر بأن صلاح غالي استعمل مثل ما ذكرت ضد خصم سياسي آخر في بنغازي في شرق البلاد؟ هي ذكرى فبراير كلها استعملت بالنسبة لي. ما رأيك؟ الموضوع كله مستعمل أصلا، مش صلاح يعني صراحة. صلاح فنان ودار شغله، وبالعكس أنا نهنيه على شجاعته، نهنيه على إنه جاء وعلى حضوره وعلى إنه غنى وعلى إنه فرح الناس. أنا بالعكس والله بالعكس يعني نهنيه حتى على شجاعته. يعني بس انا زي ما ذكرت يعني في ناس شفناهم، شفنا تقارير في ناس مطلوبه من قاده القاعده كانت موجوده مع الجماهير ترقص وتغني. طيب شكرا لك اسامه، اخذ كلمه اخيره من صلاح غالي الفنان. صلاح هذه مساله بان الحفل برمته ليس انت فقط استعمل لتوجيه غرض او هدف سياسي ضد خصم يرى من يوجد في طرابلس بانه خصم سياسي له في شرق البلاد. والله شوف نبيل، انا بالنسبه لي انا كان هو غرض او مش غرض، انا في الاول والاخر انا لما يعني حركت من مكاني وجيت لطرابلس انا ربي اللي كان عالم بنيتي شنو هي. انا في النهايه بكل انا يعني حتى قلتها للجماعه المنظمين كان قبلها بيوم قالوا مش عارف من جايب يحضر الحفل، ناس سياسيين تمام في الدوله على اساس دايرين لهم منصه ودايرين لهم موضوع على اساس ان هم بيحضروا الحفل. تمام سمعت هيك زي ما الناس كلها سمعت يعني.
اليوم اللي قبله كنت ماشي في يعني نشوف الستيج يعني وندير تشيك على الساوند والقصه هذه كلها. فدويت معهم قلت لهم فعلا دايرين منصه في سياسيين جايين. فقال لي ليش؟ قلت له ان انا لو في حد جاي انا مش هنركب على المسرح هذا وانا هروح من مجيء. تمام؟ لان قلت له انا في الاول وفي الاخر انا مانيش جاي نغني للسياسيين ولا انا جاي نغني للاشخاص ولا جاي نحتفل مع اشخاص، انا جاي كصلاح غالي لناس عرفتها في الثوره وعرفت اغانيه وحبت اغانيه. تمام؟ ما فرضتش عليهم حب اغانيه ولا حب شخصي انا نفسي يعني، فهمتني؟ فقلت له انا جاي نغني الشعب، انا جاي الشعب، انا لي 4 سنين توا ما وقفتش قدامهم، فانا جاي نغني للناس هذه. فلو في فعلا انتم دايرين منصه ودايرين موضوع انا اسمح لي انا هنرجع من وين ما كنت. فموضوع ان هم استغلوها ما استغلوهاش او هم دايرين موضوع الله اعلم بالنوايا. تمام؟ لكن كصلاح غالي نفسه شن سبب وجوده في طرابلس؟ سبب وجوده في طرابلس ان هو اول حاجه انا يعني طرابلس هذه بالنسبه لي حاجه كبيره ويعلم ربي يعني طرابلس، لاني انا طرابلس يعني حبيتها وعشقتها، عشقت ناسها وعشقت اللي فيها من 2011. زي ما قلت لك اللقطه اللي صارت معي في 2011 لما من اول اغنيه غنيتها خشيت بيها كانت مبروك عليك يا بلادي، مذكرها زي اليوم. شوف لها كم سنه توا 7 سنين، مذكرها زي اليوم. خشيت اغنيه مبروك عليك يا بلادي، والثاني اغنيه على طول كانت بنغازي بسببهم هم ومش انا اللي غنيتها، وكانت عز علي غني بنغازي هاي. فانا حبيت الشعب هذا لانه شعب ابيض من جوه وشعب يحب بنغازي ويحب ليبيا كلها. طرابلس محتضنه ليبيا كلها يعني، طرابلس محتضنه الشرق والغرب والجنوب والامازيغ الناس كلها طرابلس محتضنه. ففكره ان هم استغلوها ما استغلوهاش الله اعلم بالنوايا، لكن انا بالنسبه لي انا نحكي عن نفسي، انا ربي عاني بنيتي ان انا علي جاي هنا، انا جاي نبي نكون في وسط الناس، نبي نرجع الامل للناس ثاني زي ما كنت ديما انا معاهم في الحلوه وفي المره، كانت اغانيه معاهم ديما حاجه كويسه، كنت تجيب حاجه في اغنيه كويسه وحماسيه ومش عارف شنو. كان في حزن في البلاد، درت اغاني على البلاد ودرت ابريت يا ليبيين ودرت ثورتنا نحموها ودرت في النهايه بك حكايه وطن. فعندي يعني الحمد لله كنت مع الناس يعني خطوه بخطوه، كنت على الحلوه وعلى المره معهم. فالناس هذه انا لي 4 سنين ما وقفتش قدامها، وانا والله من اول ما جت 2018 اقسم بالله ولا في بالي حفله ولا انا ليا تو يعني من 2014 من اول ما طلعت من طرابلس وانا قاعد في مصر. تمام؟ لحفلات يعني بدايه الحفلات كانت السنه اللي فاتت، كانت في بنغازي جامعه العرب الطبيه. تمام؟ كانت هذه اول حفله ليا بعد غياب حوالي 3 سنين. تمام؟ 2018 والله من قبل ما تجي هيك وانا حاسس ان هي فيها بذرة خير، ما نعرفش سبحان الله هيك احساس من داخلي هيك ان شاء الله السنه هذه فيها بذرة خير. لقيت بالصدفه سليمان وجه لي الدعوه والناس كلموني انا في طرابلس. طيب طرابلس هل طيب. انا مثلا هل انا لو انا مش عارف ان طرابلس يعني تمام هل طرابلس اما نعم نعم في النهايه صلاح يعني الجميع احرار يعني في هذه، لا نريد ان نتعمق اكثر في نقطه واحده حتى لا تكون هذه الحلقه وكانها جلسه محاسبه لماذا غنيت مثلا. في النهايه يحق لمن يريد ان يحتفل بان يحتفل، ربما هذا العام هناك اشياء تجعلنا نحتفل اكثر من الاعوام السابقه. في النهايه دحر الارهاب في بنغازي، دحر الارهاب في سرت، الدولار يعني انخفض قليلا امام سعر صرفه امام الدينار، في بوادر يعني الاوضاع افضل يعني ماشيه للاحسن، فمش مش غلط يعني. بس كلمه اخيره اخذها منك صلاح، كلمة أخيرة أريد كلمة منك لمهجري تورغة. هناك من يوجد في قرارة القطف من جهة الغرب، من جهة الشرق في هراوة، ومهجرو تورغة ربما أخذوا على خاطرهم، هم يعيشوا في مخيمات وفي معاناة ويروا هذه الاحتفالات على الشاشات على الهواء مباشرة، شعروا هناك يعني أذت شوي مشاعرهم يعني ومعاناتهم. ماذا تقول أنت الفنان صلاح غالي لمهجري تورغة؟ والله نحن قلوبنا معاهم، ويعلم ربي الواحد كيف حزين عليهم لان موضوعهم يعني طول وزاد يعني زياده عن يعني زاد عن حد الموضوع. ربي يفرج عليهم وان شاء الله يا ربي يعني السنه هذه هي بدر خير. هم يعني
أنا مش عارف والله إيش نقول لك. أنا في الأول في الآخر أنا بني آدم، أنا فنان، أنا ماني سياسي، أنا لو في يدي السلطة ولا في يدي كلمة أنا كنت رجعت على طول. هل يمكن أن تحاكي معاناتهم بعمل غنائي مثل ما حكيت بأعمالك الغنائية مراحل متعددة من 17 فبراير؟ أنا يعني في أغنية عندي اسمها حكاية وطن، سارت فيها الموضوع كله، يعني أنا سارت فيها من أول ما بدأت الثورة إلى ختمت الأغنية، وما زال فينا الأمل فينا والأمل في الله، ترجع ليبيا زين علينا خافوا فيها الله. هذه نعم. يعني هذه كانت نهاية الأغنية، فهمتني؟ فالموضوع أكيد طبعا يشمل تورغا ويشمل بنغازي يشمل طرابلس يشمل الناس كلها. كان موضوع الأغنية اللي هي اسمها حكاية وطن، فهمتني؟ نعم. ما فيش مانع أننا ندير لهم حاجة هم مخصوص، بس يعني اللي المفروض يندر لهم أكثر من الأغنية، إن الناس هذه عانت لهم سبع سنين توا في مخيمات، وما فيش حد حاس بيهم، ما فيش حد بيحللهم موضوعهم عليش واضح، الله أعلم. يعني النوايا مش صافية، ما مش عارف والله. نحن عموما يعني صلاح، شكرا لك شكرا لك. نحن استمعنا إلى صلاح المتكلم أكثر من كون المغني، وتعمدنا ذلك حتى نقترب أكثر من صلاح الإنسان، صلاح الفكر، وكيف يفكر تجاه القضايا العامة، بدل من أن تكون فقط مجرد صوت جميل بأعمال جميلة. أشكرك جزيلا على هذا الطرح وعلى هذا الحوار صلاح غالي. سوف نتابع دائما مشوارك من خلال برنامج أكثر. شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول للمدون من برلين، مدون ليبيا بنغازي أسامة الفيتوري، وبنت طرابلس الناشطة السياسية من القاهرة عفاف أرزيك. فاصل قصير متابعينا الكرام، ومن ثم نتحول إلى بنغازي وما يوجد في بنغازي، ومع النقيب طارق الخراز. يا سبع عشرين من نور نجابة. بنغازي أمورة طيبة يا جماعة. طيب أصلي فكوكا من اللي في قلوب المرض. أمر رجالة قاعدين ويشتغلوا ويقدموا. أهلا بكم من جديد في أكثر. في بث مباشر عبر صفحته الشخصية وجه ليلة البارحة النقيب طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، وجه رسائل جد أمنية لأهل المدينة ولمن سماهم بقنوات الفتنة والمغرضين الذين لا يريدون ببنغازي وليبيا خيرا. في الفيديو ظهر الخراز رفقة دوريات أمنية تقوم بحراسة بعض المواقع داخل مدينة بنغازي، وجاب بكاميرا هاتفه المحمول الطرق والشوارع في آخر الليل. نتابع معنا. تحياتي إن شاء الله مدينتنا الغالية بنغازي. مرينا عليها مدينة بنغازي، الأمور طيبة، نحب نطمن هالنا في مدينة بنغازي. ولكن فكوكا منهم الكذابة قناة النبا وما غيرها وبث الإشاعات، حتى الناس اللي تستغل في الأمور الكيدية والإشاعات. تم إقالة اللواء ونيس بوخمادة. اللواء ونيس بوخمادة قائد من القوات المسلحة، هو دائما تحت التعليمات نفيا قاطعا انه تم اقالته. نبشر هلي مدينه بنغازي، نقول من الفتره القادمه باذن الله ستكون هناك اجراءات حازمه تجار المخدرات. الناس اللي تلعب من تحت لتحت، الناس اللي تنسى في رجالة بنغازي هذوم اللي قدامكم تشوفوا فيهم تعرفون بالاسم، تبوا تنسوهم. تحية الشهداء هذوم، هذوم ما تنسوهمش يا بنغازي، هذوم الرجالة اللي قدموا لمدينة بنغازي ضد الخوارج وكلاب العصر، ضد المارقين، للناس اللي في قلوبها غيظ على مدينة بنغازي واللي تصدق في قناة النبأ.
حبوا نقولوا مرة الأمور طيبة راه، ونحذر أي واحد إنه يحاول يعبث بام المدينة بنغازي أو إنه هو يشخص مدينة بنغازي في أشخاص، نقولوا لها هيهات. بنغازي للجميع، بنغازي قدمت الرجالة وما زالت تقدم في الرجالة اللي تشوفوا فيهم قدامكم. تقول لا في بنغازي وتونا من رجالة قاعدين بنقالي الخاصة، وطلعنا وصورنا واللي طلعوا اللي قبضوا عليه قبضوا عليه، اللي حرقوا في العجل واللي عدى رقدته ان شاء الله باذن الله تعالى بكره ولا بعد بكره سيوره يروح ويجيبوه. تبوا تحترموا هالمدينه وتحترموا هالرجال اللي فيها، تبوا تبنوا دوله، فكوكا من الاشاعات، فكوكا من الفيسبوك، فكوكا من جماعه اللايكات هذوم اللي يبوا لايكات هذوم، فكوكا منهم. الناس اللي تشكك في وطنيتهم ولا تشكك في الأجهزة الأمنية ولا تشكك في الرجال اللي تخدم، ولا الناس اللي بعد ما كانت بدلة العسكرية كانت بدلة إعدام اليوم تبيع بيها في سوق الجمعة وتبيع بيها في سوق جنيهين، وقولوا لهم اتقوا الله وخلوا فيها شرف، اتقوا الله وخلوا فيها شرف. الناس اللي تسرق وتلبس زر روحها من القوات الخاصة ولا دير روحها من الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية والقوات الخاصة رابرية منهم، والقوات الخاصة جنود قوات المسلحة تحت التعليمات أمر السيد اللواء ونيس بوخمادة. راجل الله تشهد لمدينة بنغازي إنه هو قدم ولازال يقدم، وبمجرد صدور التعليمات من السيد القائد العام للقوات المسلحة بتكليف السيد فريق عبد الرازق الناظوري بالإشراف المباشر على تأمين مدينة بنغازي، دخل في التأمين وتحت التعليمات. هكذا هي جنودنا وهكذا هي قواتنا، وليعلم كل من يسمع فيه ان نحن مش مستهدفين راه من اطراف ولا من اشخاص، نحن مستهدفين من دول. راه صدقوني راه كلامكم الطيب هذا راه يحيي في نفوس حتى الرجال اللي يقدروا يخدموا ويقدموا ويخدموا. ما تكونوش مستهين، ما تكونوش نفسيتكم تتعب سب كلمات وعبارات. البلاد صحيح ما نكروش ما زال فيها بلطجه، لكن والله ما هي داي مثلهم ولا سايره عليهم. يجيبوها الرجالة 8000 راجل 7000 راجل، كل واحد يعرف خوه ولد عمه قريبة استشهد من أجل الوطن لله سبحانه وتعالى ثم لبلاده. ما نفرطوش فيهم هذوم، ما نسيبوهاش لهم يا جماعة. وراي بنغازي راه ما زالت تبي، نحن قاعدين نشتغلوا بعزائم الرجال. انا راني حاب نطمنهم، راني مريت على مدينة بنغازي نفيا للاشاعات وللناس اللي تكلم على الصفحات والناس اللي حرقت هذوم. قولوا اتقوا الله في انفسكم، وكان عندكم حاجة في قلوبكم خلوكم رجالة واطلعوا بيها، ما تحطوا الأمور العاطفية في تعليمات عسكرية. الدولة تبنى بالقانون مش بالعواطف، الدولة تبنى بالقانون مش بالعواطف. شيابنا وهلنا لموهم بالله هالصغار هذوم، لموهم لموهم اللي هذوم يبوش يحترموا بلادهم ويحترموا هالشهداء ويحترموا هالرجال اللي شفناهم، لموهم. كل واحد يشوف خوه، كل واحد يشوف هلا، شوف هالبلاد هذه اللي عند وين تبي ترصي. فكوكا من الفتنه وفكوكا من القيل وقال، صدقوني الكلمه الطيبه كويسه
وما تقيدوش ببعضكم وما تغيظوش ببعضكم. الله عز وجل نصرنا لأن قضيتنا كانت الحق، هي قتال الخوارج والمارقين والكلاب النار. لكن كان ظلمتوا الله عز وجل صدقوني هيبدل حالنا وهيخلينا نعيشوا في غمة ونعيشوا في مشاكل. هذه بنغازي ونبرم بيك أما ونقال يا أي أبو العبار عبار أي والجولة بنغازي كلها يا برملي علي شبنا يا إذن تابعنا متابعينا الكرام هذا الفيديو الذي كان بمثابة بث مباشر في صفحة النقيب طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي. كان البث المباشر البارحة على صفحتي وكان يشهد الكثير من المتابعة والتفاعل، وبدأ فيه الخراز يوجه رسائل صادقة ضمن دوريات أمنية في آخر الليل في بنغازي إلى كثير من الشرائح. وجه رسائل إلى أهالي بنغازي، وجه رسائل إلى العصابات الخارجة عن القانون في بنغازي، ووجه أيضا رسائل إلى من سماها بقنوات بث الإشاعات والفتن. معنا حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي من بنغازي عبد الرؤوف الخضر. سوف يلتحق بنا النقيب طارق الخرازي المتحدث باسم الغرفة الأمنية لتأمين بنغازي، هو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. وأيضا معنا من جديد الناشطة السياسية بنت طرابلس من القاهرة عبر الهاتف عفاف إرزيق عفاف، لديها رد على ما ذكره أخيرا المدون عبر سكايب من برلين أسامة الفيتوري بخصوص ما ذكرته عن الاحتفال وحديثها عن الوضع الأمني ومن يحكم طرابلس. عفاف نعم، تحدثي معنا تحت الهواء تطلبين حق الرد، وها نحن نضعك معنا على الهواء مرة أخرى، ولو كان الفقرة فقرة مختلفة ولكن حتى نثبت لك ولأي من يتابعنا الآن بأننا نعطي حق الرد للجميع ولا نريد أن نغلب رأي على آخر أو وجهة نظر على أخرى. تفضل أختي عفاف. تحياتي لك نبيل وشكرا لتفاهمك. يعني هو مش ميزان ان يعني جدال او كذا، بس يعني انا حبيت نوصل رساله سواء لاسامه او لاهلنا في بنغازي. يعني احنا نطالب ان احنا ما نأججوش الفتنه. يعني كلامك يا اخوي اسامه يعني انا ما قبلتهاش لسبب واحد، لان حبي لبنغازي انا ما نطالبش، بس حبي لبنغازي ان احنا لازم نوحد الخطاب لا للفتنه، نعم للم الشمل. بالنسبه يعني المواضيع اللي انت طرقتها، هو يعني كان احتفال عفوا، كان في ناس ان هي خرجت، ممكن حتى ان هي يعني كنت تطلع من حاله الكذب اللي موجوده من معاناه الحياه. نتمنى ان احنا كنشطاء او ك يعني ناس تأثر في الرأي العام، إن هي ما تحولش الأمر لأمر يعني سياسي، ما تبدش يعني خطاب الكراهية وخطاب الفتنة. يعني هو يتكلم ويتهم بأن المنطقة الغربية بالكامل كأنها إن هي المنطقة الغربية بالكامل، يعني الناس هذه هي اللي تبعت في الجرافات. مستحيلة يعني ناس معينة يعني تتبع لنظام المقاتلة أو نظام الإخوان أو كذا، هذه كان مصلحتها إن ما يحدث في بنغازي. يعني الناس هذه معينة هي اللي تبعت في الجرافات وكانت في المدينة، يعني مش حد يسمي مدن. أنا يعني أنت تهمش المنطقة الغربية لأن هي المنطقة الغربية كانت تبعت في جرافات لبنغازي. بالعكس كنا نتألم، وأنا واحدة من الناس اللي هي 4 شهور مهجرة يعني وراء عمليات الجيش، وأني يعني ضد الإرهاب وأني يعني مع الجيش خلف القالب يعني في العمليات نتاعها. بالنسبة لي مثلا الوضع نبي ننور لشيء، يعني الشارع نتمنى انه هو يسمعني فيه. يعني الوضع في طرابلس او النتيج الاجتماعي داخل طرابلس او الفكر داخل طرابلس عكس ما حدث في بنغازي. يعني نتاسف اني نقول لك لما، بس هذه حقيقه لازم ان الناس تعرفها. يعني اللي صار في بنغازي عكس ومغاير ما حدث في طرابلس. يعني اللي موجود في بنغازي كان موجود في معسكرات تتبع لنظام تنظيم الدوله، كان موجود يعني معسكرات تتبع لانصار الشريعه، كان في معسكرات
الكراسي يعني لها العلم الاسود ويرفرف عليها وانصار شريعه وما يعرف بتنظيم الدوله او سرايا الثوار او مثلا اللي هم يعني يطلعوا ويجاهروا ونشوفوا في فيديوهات يعني تبت ان هي يعني توالي في تنظيم الدوله، لكن في طرابلس هذا ما صارش. يعني ما عندناش في معسكرات مثلا زرق الله الصحافي و17 فبراير او كذا موجوده في طرابلس وموجودين فيها عدد كبير من مثلا الافراد وان هم مثلا يبايعوا تنظيم الدوله او ترفرف العلامات السود يعني في طرابلس. ما نقدرش اني مثلا نجي اليوم حتى لو موجود مثلا بعض الميليشيات داخل طرابلس صحيح، ما نجيش اني مثلا حل يقتلها. أنا نحاول إن أني هذه نفككها الميليشيات هذه، نحاول إن هي ندمجها في المجتمع من جديد، نحاول إن أني نخاطبها ونرسلها يعني بمخاطبة يعني مش بكرة بإن إحنا هنقتلوكم أو إن إحنا يعني هنبيدوكم. يعني أنا ما نقدرش نحلل اليوم قتل يعني الناس اللي موجودة في طرابلس وهي ما تنتميش لداعش أو ما تنتميش فكرها إلى مثلا إلى تنظيم الدولة. يعني يجي حتى لي مثلا ما نتناقش مع الناس ونقول مثلا لازم الجيش يدخل طرابلس ولازم مش عارفه شنو يقول الوزاري، يقول لك لا والله احنا الناس اللي موجوده في المؤسسات الامنيه داخل طرابلس هذا اولاد وهذا صغار منطقه وهذا تربينا وعشنا بيناتهم وهذا ونعرفوهم ما يحبوش فكر داعش ما يحبوش مثلا زي افكار انصار الشريعه او كذا زي هذه. فكيف انا تبيني مثلا انا من طرابلس كيف تبيني انا يعني نحلل قتلتهم باش انا نرضي الطرف الاخر؟ يعني تحللي قتلتهم بمعنى عفاف انك تدعمي مقاتلتهم وقتلهم بمعنى الدعم وليس التحليل. ما نقدرش اني امني اكيد بس ان اخوي نبيل بس يعطيني فرصه اني مثلا جي من اللي اني مثلا ندعم ان مثلا جيش قاتلهم كذا زي هذه الناس تنتمي الى تنظيم الدوله او داعش او كذا وناس يعني كفرت الدوله وكفرت الاجهزه الامنيه اللي موجوده في الدوله. اني هنايا نقدر اني اني مثلا نوقف في صف الجيش ونقول هذا راه والله بيخربوا لي بلادي بيخربوا لي وطني. يعني حتى الشيوخ يعني والاهل الدين يعني والناس اللي تفقه في الدين يعني قالت ان هذا خوارج وجاي قتلنا. يعني أنا حتى نيب نحتر مثلا الفقهاء متاعين أهل العلم، لكن أنا مثلا يعني ناس مدنية أو مثلا أولاد طرابلس موجودين داخل كتايب فهي ما يحملوش فكر دولة، ما يحملوش مثلا الفكر الداعشي، ما كفروش الدولة، ما كفروش الأجهزة الأمنية متاع الدولة. فكيف تديني أنا قلت يعني الصارع أنا وياهم؟ بالعكس أنا نحاول إني نشري نخاطبهم من خلال الإعلام، من خلال مثلا صفحات التواصل بإن أنتم لازم تنضبطوا، لازم ترجعوا للدولة، لازم أنكم تكون عندكم أرقام عسكرية الشخص اللي متشبث بالعمل العسكري، الشخص اللي هو ان الاشخاص اللي ما يبوش العمل العسكري انه نحاول ادماجهم من جديد في الدوله. بصراحه يعني الوضع مغاير. يعني معلش انت تقولوا يعني مثلا طرابلس او المنطقه الغربيه مثلا تبعت تجرفات الموت، لا، الشعب الطرابلسي او الناس اللي موجوده ضد ان الارهاب ضد الواحد. يعني معلش من اللي موجودين اللي داخل في بنغازي وكانوا يفجروا وكانوا يقاتلوا في الجيش وكذا وزي هذه؟ معلش سامحني، يعني ابناء من بنغازي نفسها مش مثلا اولاد طرابلس نشوف يفجروا نفسهم في بنغازي مثلا اللي موجودين الان في درنا وفي كتيبه واللي في تنظيم الدولة، هادو أبناء مدينة درنة ومعهم أجانب يعني من برا، يعني هذا منشر طرابلس نشوف فجر روحهم في درنة. يعني لكن قد يقول لك أحد عفاف أيضا الذين هجموا على مطار معيتيقا أبناء من طرابلس، يعني تأذى طرابلس من أبنائها مثل ما تأذت أي مدينة أخرى. لا نحن نعرف، احنا نعرف طرابلس، طرابلس اللي الناس اللي هجمت عليه شو اسمه على المطار معتيقة، ناس ميليشيا تدعم ميليشيا البقرة هذه، يعني ميليشيات تتبع المقاتلة وهذا أصلاً يحاربوا فيهم، أصلاً الرداوي يحاربوا فيهم ولاد طرابلس كثير. نعم، لكن هم يعني من طرابلس يسكنوا في طرابلس. يعني فقط أنا أناقشك في المبدأ عفاف، فقط أنا أناقشك في الفكرة. يعني هم لكن في النهاية بقرة ولا مش بقرة، هم في النهاية من طرابلس، أبناء طرابلس. يعني لا لحظه بس نبيل، لو سمحت لو سمحت انا هنايا نبي نقول لك نبي ننوه لك للشيء ده. الناس اللي موجوده داخل طرابلس المركز، الناس اللي موجوده داخل طرابلس المركز او مثلا داخل مدينه طرابلس اللي هي قوه الردع الخاصه، مش كلنا نستخدم يعني حتى المسميات ومكاتب الثوار طرابلس، الناس هادو موجودين، هادو نفسهم اللي انا مثلا اليوم تبيني نتعارك معهم، هادو نفسهم اصلا هم اللي حاربوا مثلا المقاتله وطلعوهم من برا طرابلس. يعني انا مثلا حتى الكتيبه اللي هجمت عليه مطار معيتيقا هذه خارج طرابلس، يعني ضواحي طرابلس ما بعد تاجوره اللي هي ما تعرف بميليشيا البكره، فيها بعض ابناء من طرابلس وفيها شنو بس الاكثريه الناس اللي تنتمي للمقاتله وفيها سرايا الدفاع عن بنغازي والناس اللي مهجره من بنغازي اللي اصلا يلاحق فيها الجيش. للاسف شفنا احنا واصلا يعني زي ما تقول تنزع الامن داخل مدينه طرابلس وشباب طرابلس هم اصلا يعانوا منها. يعني ناس هربت من بنغازي وجت وقاعده في ضواحي طرابلس، فشنو بنديروا لها احنا؟
يحاولوا ان هي ان هم ما يخلوهمش يدخلوا الداخل. شوفوا يعني احنا بعض مثلا الكتائب الامنيه اللي داخل طرابلس تقبض على بعض يعني مثلا عناصر داعش او يعني اصلا غير في حرب المطار اصلا كلها يبوا يطلعوا سجناء اللي يتبعوا تنظيم داعش داخل يعني معتقل ميسيكا. نعم لازم تكون الفكره واصله يعني ما تقولش انا بالعكس انا اليوم مهاجره 4 سنوات انا من طرابلس مهاجره على خاطر بغادي مهاجره على خاطر عمليه كرمه مهاجره على خاطر عمليات الجيش تجي تقول لك مثلا المنطقه الغربيه تبعث في الموت لبنغازي كيف تبعث الموت يعني نعم عفاف لكن اليوم بهذا الحفل وبمشاركه صلاح غالي وبما قاله من اشاده بتحرير بنغازي هل 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 يجعلك هذا بانك هل يجعلك ما حصل في الاحتفال يجعلك تظنين بأنك قادرة على العودة إلى طرابلس اليوم؟ والله العظيم جديات يا نبيل ده يعني حين فرحت إن شفت الناس فرحانة وأني أتمنى إني نرجع وحسيت إني أنا أقدر نرجع فهمتني يعني بديت متفائلة جدا وأني أصلا حتى أني 2018 متفائلة بها جدا وبإذن الله يعني إحنا حتى دائما ندعم لتوحيد المؤسسة العسكرية ندعم لتوحيد الصف انتخابات جديدة أن يكون شن اسمه أن يكون حكومة واحدة برلمان واحد يعني خلاص لأمس الحرب لأمس أني رأيي هو الصح 100% أني عفاف وما كنت نحن أو مجموعة النشطاء اللي معي واحد يا أني اللي نقول فيه هو يطلع 100% يا أما أني مثلا لا نخرب لا طيب. علاش لما تبدا فيه المبادره للصلح وللسلام وان هي واحد بالعكس امين تسلط عليها الضوء ونفرح بها لكن مش امين نفرح بالخاربه بس نقعد نشهر بها ونقعد يعني قصدي نبت روح الكراهيه لا امن يا دير قصدي احنا الجيل هذا يعني الثمانينات والتسعينات يعني خلاص نفسيتنا تدمرت يعني انا لي 4 سنوات برا بلادي خلاص انا نبي نروح نبي نعيش نبي نتجوز نبي نجيب صغار نبي نعيش طبيعي زيني زي الناس فقط انا عفاف نعم سوف اعطيك فقط نعم فقط اريد ان اعلق على شيء واعطيك فرصه كلمه اخيره يعني هناك من بين التعليقات على البث المباشر لهذه الحلقه على صفحه القناه على الفيسبوك وفي العاده هناك صراحه الكثير من الصفحات المزورة التي لا تحمل اسماء حقيقيه ولا صور حقيقيه فما بالك بالصفحات التي تنتحل شخصيات ومع هذا اريد فقط ان اعرج على تعليق اراه الان من محمد الأشطل. محمد يقول مش عارف خيرك يا نبيل حاقد على طرابلس بما أنه موجه الكلام وكأن أنا عندي حقد شخصي على طرابلس لا أعرف من أين يأتي بهذا الكلام يعني لماذا أحقد على طرابلس إن كانت طرابلس يعني لدينا فيها الكثير من الأصدقاء من المعارف من الذكريات يعني أنا بشكل شخصي بما أنه وجه الكلام لي بشكل شخصي وكأن عندي حق شخصي على طرابلس لماذا أحقد على طرابلس وهي الحاضنة للجميع أنا كنبيل الحاج حققت أحلامي وطموحاتي ونجاحي كإعلامي في طرابلس أكثر مما حققته في بنغازي حينما بدأت أول مرة لدي الكثير من الأصدقاء والأحباب في طرابلس زوجتي من طرابلس إن كان لدي حقد على طرابلس لما كنت على هذه المقربة من طرابلس ومن أهل طرابلس. أعود إليك عفاف يعني هناك من يفسر أي سؤال فقط لأنه لا يعجبه بأنه حقد وبأنه جهوية وبأنه يعني له غرض سيء يعني كيف يمكن التعامل إعلاميا أو حتى عبر نشطاء ومدونين مع الرأي العام الذي يفسر كل شيء إن لم يكن يعجبه بطريقة خاطئة تماما هي هذه للأسف يعني نبيل سياسة التخوين يا إما أنت تكون معاي في نفس الرأي 100% يا إما أنك أنت خاين يا أنت عميل يا أنت مع طرف معين يا أنت يحرك فيك طرف معين للأسف سياسة التخوين هذه كارثة هي اللي جرتنا إحنا 7 سنوات بدل ما إحنا نمشي خطوة قدام زينب كل مرة نمشي خطوة التالي للأسف يعني بالعكس نبيل يعني مش لأنني نكلم فيك نبيل صديقي ونبيل من بنغازي وأنا من طرابلس وما فيش إلا كل ود واحترام ونعرف يعني حبك وتقديرك لطرابلس وأنت متأكد يعني تعرف حبي يعني لبنغازي نعم حتى حينما بدأنا في طرابلس فقط بما أن فتحنا هذا الموضوع يعني حينما كنت أقدم وقتها برنامج الملف على سبيل المثال ويعرفه أهل طرابلس أكثر من غيرهم يعني كنت أخرج في الشارع وكنت أجد الكثير من الترحيب ومن التشجيع يعني الذي لم أجده يعني تشجيع أكثر حتى من اللي أجده في طبرق وهي مدينتي ومسقط رأسي فبالتالي يعني ليس هناك لا حقد ولا أغراض شخصية ليبيا واحدة نحب طرابلس مثل ما نحب بنغازي مثل ما نحب مصراتة مثل ما نحب طبرق مثل ما نحب كل شبر في ليبيا يعني أخرجوا مثل ما قال صلاح مثل ما تقول عفاف مثل ما نقول نحن أخرجوا من هذه الأفكار الضيقة يعني نحن حينما نطرح سؤال فقط من باب
طرح إعلامي، حينما تقول عفاف يعني كلمة في هذه الجهة، أنا كإعلامي أطرح سؤالا في الجهة المغايرة حتى تتضح الصورة أكثر، ليس بسبب حقد شخصي لا على عفاف ولا على أي ضيف ولا على أي مدينة ولا على أي توجه. يعني نعم عفاف، رسالة أخيرة بس بنوجهها لأخوي نبيل، يعني من معبر قناتكم، نتمنى لكل النشطاء المتواجدين في يعني في العالم هذا الإلكتروني والعالم الافتراضي، للأسف اللي هو يحرك في الشارع ويؤثر يعني سواء كان بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، يعني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نحب أنني رسالتهم بس يعني السنة هذه أنا نحس أن هي في بوادر ماشية للسلام، يعني حتى الناس اللي لما تقول تدافع بعمل يعني بشكل كبير، وانا واحده منهم اللي تدافع على المؤسسه العسكريه وتدافع على عمليه كرم وتدافع على الجيش ونبذ الارهاب ونبذ المقاتله والاخوان وكذا وكذا، نتمنى ان كان هي اصلا قاعده عم تقول اتجه للانتخابات، اتجه للتوحيد مؤسسه واحد، في اجتماعات موجوده في مصر انها بتوحيد المؤسسه العسكريه باهي، والناس اللي مثلا اللي من بنغازي او كذا وكذا تنظر بان المنطقه الغربيه ان هي سبب ما حدث في 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 بنغازي، بالعكس انا نتمنى بس رساله واحده ان احنا نتفائل السنه هذه ان احنا نمشي لقدام، خلاص يكفي الم، يكفي تهجير، يكفي جرح، يكفي تخويف، يعني من كل الاطياف المجتمع الليبي سواء كانوا الاولين سواء كانوا الثانيين سواء كانوا مع الكرامه سواء كانوا اللي ما يكفي يكفي، احنا شنو جنينا ان احنا الشباب كله يعني في المقابر للاسف، يعني اللي مش مهجر في المقبرة، اللي مش واحد نازح، اللي حتى موجود الداخل يفكر كيف يهرب، يعني لأمتى؟ هذا وطننا فيه خير، يعني ما يسعى الجميع وما يهضر منه ونحطه في شرال، قعدوا مع بعضكم، يعني حاولوا انكم انتم تبدوا روح المحبة، حاولوا انكم انتم بالله مش قادرة حتى اني ما عرفت حتى شو نقول، بس نتمنى اني نروح، نتمنى ان ليبيا تولي واحدة، نتمنى يبدأ عندها حكومة واحدة، نتمنى ان خلاص نعيشين قبل أولادنا، يعني لما نفتح فيسبوك كل يوم صورة واحد مريض 94 واحد 95 واحدة قصدي بنت أمس طلقة جتها قصدي لأمتى؟ لأمتى؟ يعني ما يتوش منها أنت الصورة هذه، ما يتوش أني رأيي هو في 100% يمشي وأني اللي صح يا أما لا. أرجوكم أي بادرة فيها خير، إن أي حد تراجع على فكرة إنه هو خلاص، يعني إني حتى والله لي فترة إني نتناقش مع شباب اللي موجودين في طرابلس نقول لهم خلاص أنتم مش خشوا لكم فجر ليبيا، مش قاعدة في طرابلس، مش دكتور مرهم، باهي عياتوش، باهي هيا خلينا نمشوا لقدام، باهي نوحدوا الجيش، يقولوا لك باهي يسمعوا منك بدو يتقبلوا مني، بديت أني نسمع في مشاكلهم شنو هم اعتراضهم على اللي موجود في المنطقة الشرقية، فهمتني؟ يعني أني نحاول إني نتواصل، في شباب يقولوا لي عفاك أنت موجودة في مصر أرجوك لو في عائلات مثلا حتى من النظام الأول وكانت وزارة كيف بتروح، والله ما أنا سألينهم حتى شلترتوا ولا لا، خليهم يروحوا وحنا نضمن لهم لو عندهم حياش مسكر حنا نفتحها لهم، لو خدت قاعد في فرشه مرت سهوله والله العظيم شكرا، بس شنو فيني اني ندير؟ انا فرحت بالشيء هذا، انا مواطنه ليبيه قبل اي شيء، انا مواطنه ليبيه نحب بلادي، نحب مواطنين الخير لامتى؟ لامتى يعني؟ ارجوكم ارجوكم رجاء خاص، يعني ان احنا نتوجهوا ان احنا ما دام ناثروا في الراي العام وموجودين وعندنا ناس تتبع فينا وناس واحد بده روح الامن، روح المصالحه، روح السلام، ارجوكم رجاء خاص بس، وسامحني على انفعالي اخوي نبيل وتحياتي للجميع، اتمنى ان اني رسالتي وصلت يعني. شكرا شكرا لك على 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 مشاركتك مشاعرك معنا وعلى هذه الكلمات، ارجو ان الرساله وصلت. شكرا لك عفاف إرزيق الناشطة السياسية بنت طرابلس عبر الهاتف حدثتنا من القاهرة. أعود إلى ضيوفي في فقرة الحالة الأمنية في بنغازي والفيديو المباشر الذي بثه النقيب طارق الخراز المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية لتأمين بنغازي عبر صفحته الشخصية البارحة، والحديث القديم الجديد حول الأوضاع بنغازي الأمنية العراقيل ومتى تستقر بنغازي بعد إنهاء المعارك العسكرية، والآن أصبحت الحالة الأمنية والأجهزة الأمنية في الواجهة. نقيب طارق الخراز أهلا بك، أيضا أرحب بعبد الرؤوف الخضر الكاتب الصحفي من بنغازي. نقيب طارق، تابعنا كلنا هذا الفيديو أو البث المباشر الذي قمت ببثه البارحة عبر صفحتك على الفيسبوك، كانت كلماتك عميقة صريحة مباشرة، وجهت الكثير من الرسائل. أولا، ما دواعي هذا الفيديو؟ لماذا فتحت هذا البث المباشر؟ هل حصل شيء على غير العادة، غير الأشياء العامة التي نعرفها بخصوص الحالة الأمنية في بنغازي حتى جعلتك تفتح هذا البث المباشر عبر صفحتك على الفيسبوك؟
شكرا لك اخي نبيل، وتحياتي لك وشكر خاص لك وكل طاقم قناه ليبيا روحها الوطن على المتابعه، وهذا ما نأمله دائما من قنواتنا الاعلاميه هي ان نكون دائما في الحدث في امور استباقيه قبل ان نكون في حلحله مشاكل ووقوع جرائم، سواء كانت على مستوى الارهاب او كانت اختراقات. حقيقه اخي نبيل يعني لاحظنا في خلال العشرين يوم الأخيرة مصدر الإشاعات والصفحات المشبوهة وقنوات يعني محلية يعني تدعم هذه الإشاعات تؤجج في الرأي العام، تسبب في إحباط للمواطن. حقيقة كل مدخلات الفترة الماضية كانت دائما أن نرسل رسائل إلى أهلنا في مدينة بنغازي وكل الليبيين بصفة عامة أن يبتعدوا عن المصادر المشبوهة أو المصادر التي تحمل رسائل مشفرة. حقيقة الفترات الماضية يعني خرجت علينا رسائل زعزعت الاستقرار الأمني في مدينة بنغازي، خاصة ما علمتموه عبر قنواتكم بأن هناك عمليات إرهابية داخل المجمع الحرم الجامعي في مدينة بنغازي وجامعة العرب الطبية وبعض المدارس، يعني أربك المشهد وخرجنا على التواصل الاجتماعي وخرجنا على القنوات وأوضحنا للمواطنين نقاط التي تم الإقفال بعض المدارس، ووضحنا الأمور الأمنية التي جعلت الأجهزة الأمنية أن تأخذ إجراءات وقائية لمجرد الشك في معلومات أو بعض البلاغات التي تلقيناها داخل الغرفة الأمنية في مدينة بنغازي. اتخذنا العديد من الإجراءات الوقائية لصالح المواطن في مدينة بنغازي. ردت على هذه الرسائل باستهجاء أو للأسف حتى من شخصيات دائما تتحدث باسم حقوق الإنسان وداعمة للاستقرار أنها يعني وتأخذ بكلامنا على صفحاتهم الفيسبوك، ولهم متابعين وهم مدونين على صفحات الفيسبوك، باستهزاء وإحباط ورسالة وكأن يا مواطن في مدينة بنغازي يعني هذه هي الأجهزة الأمنية، هذه هي القوات المسلحة، هذه هي ما نتيجة بعد الانتهاء يعتقد أن الحرب بعد الإرهاب انتهت المعارك عسكرية، ما زلنا نخوض في معارك أمنية. أخي نبيل أنت تعرف العالم كله يعاني من التطرف، العالم يعاني من الإرهاب، نحن بإمكانياتنا المحدودة بعزائم الرجال ب العمل الذي نحن مناطون به في مدينة بنغازي نقدم يعني كل شيء، ولكن هناك قد تكون ظروف أقوى منا وأقوى حتى من الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا، خاصة بوجود أجندات وعملاء تتعامل مع دول كبرى لتنفيذ مشروعات، وهذا لا يخفى على الجميع. نحن دائما نعول على القاعدة الأساسية في ليبيا هي الشعب وهو المواطن، وبالأمس ما حدث ووقعت للأسف نسأل الله أن يرحمها الشابة فاطمة التجوري التي كانت ضحية يوم الأمس بسبب رسائل خرجت على تمام تقريبا الساعة السابعة على شباب مدينة بنغازي أن يخرجوا وأن يؤمنوا مناطقهم وأحيائهم في مدينة بنغازي. نحن الظروف الإعلامية أيضا لم تكن مواكبة ولم تكن حاضرة للأسف الشديد، التجأنا إلى صفحتنا الخاصة في الفيسبوك وفتحنا البث المباشر لطمأنة الناس وإرسال الرسائل الواضحة على كل من يحاول أن يزعزع الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي. أرسلت رسائل بأنه تم إقالة اللواء ونيس مخمادة، كنت على اتصال مع سيد لواء ونيس مخمادة قبل البث المباشر، فقال لي هذه إشاعات وأنا برتبتي لواء وأنا تابع للقوات المسلحة وأنا تحت التعليمات وجاهد لتنفيذ أي تعليمات تصدر مني بدون أي أمور. رسالتي كانت للذين خرجوا، وكانت هناك رسائل دعمتها قناة النبأ وأولتها بطريقة أو أخرى بخروج شباب متظاهرين. هؤلاء الشباب للأسف الشديد وجهنا لهم رسائل ولا زلنا نوجه لهم رسائل أن يتقوا الله في مدينة بنغازي وأن لا يتدخلوا في الأمور الإدارية والقانونية والعسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. نحن لا نعمل بعواطف أخي نبي، نحن نعمل وفق قانون وتعليمات سيادية أخي نبي. تفضل سيد نبي. الكاتب الصحفي عبد الرؤوف الخضر من بنغازي، هل ترى بأن الأجهزة الأمنية تقوم
بما يجب عليها في بنغازي، سواء من إجراءات أمنية، من دوريات، من ملاحظاتك كواحد من سكان المدينة، هل يعني لا لوم أو لا ملاحظة أو لا نقد يوجه للأجهزة الأمنية داخل بنغازي بخصوص التأمين؟ طبعا سيد نبيل، شكرا على إتاحة هذه الفرصة ولكل متابعين قناة ليبيا روح الوطن، وكذلك نشكر تواجد صديقي ورفيق فترة عمل لبث بها النقيب طارق الخراز، له كل احترام وتقدير، هو ومن معه من رجال الأمن. فعلا كلمة طارق الخراز كانت نابعة من القلب وكانت بحرقة، التمسناها جميعا الذي بثها عن طريق صفحته على الفيسبوك. ولكن عندما نوجه النقد هنا، عندما نوجه النقد للأجهزة الأمنية، أنا أتحدث هنا عن أصدقاء وزملاء ولي أخوة أيضا في الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي. النقد من أجل الأفضل، النقد من أجل أن يكون الأقوى والأحسن. من ناحية تواجد الدوريات الأمنية في مفترقات مدينة بنغازي، الدوريات الأمنية لا بأس بها وفي مفترقات حساسة ومهمة داخل المدينة. من ناحية المجاهرة والنطق بالإعلام والنطق بالأمن موجود ولا بأس به أيضا، ولكن نحن من يغيب عنا جزء مهم جدا دائما نتحدث عنه، هو الجهاز أمن المعلومات، وهو رصد كل ما هو يدور داخل فلك الإرهاب. نحن نعرف أن كل بعد انتهاء عمليات عسكرية نظامية في حرب على إرهاب يكون هناك جيوب موجودة لازالت تعمل، وهذه الجيوب معروف وظيفتها العمليات النوعية والعمليات المغمسية، وشاهدنا ولنا في مسجد بيعة الرضوان والحادثة الفاجعة التي حدثت في مدينة بنغازي خير مثال، وكذلك الفاجعة التي حدثت داخل مسجد سعد بن عبادة. طبعا اللوم الأول والأخير طبعا حيكون مثل أي مواطن في مدينة بنغازي على الأجهزة الأمنية، حنحط كراع في الكفي وندمج ونقول والله الأجهزة الأمنية مقصرة، مش مقصرة في التواجد في الشوارع، مش مقصرة في سهور الليل. أنا أقول لك عندي يعني من شقيقي، يعني واحد من الناس اللي تو حاليا سهران في الليل قاعد ماسك توك، يعني ويعرف أن فني طارق الكلام هذا، ولكن التقصير اللي تحدث عليه تقصير في المعلومات، في جلب المعلومات وفي استناد المعلومات. الشخصيات اللي عليها شبهات معروفة، والشخصيات اللي هي عليها علامات استفهام معروفة، والتي تتداول مع أجهزة أمنية أجنبية معروفة، ومن لهم تاريخ غير نظيف معروف، هم هذوما يتم رصدهم دون تطويق حياة المدنيين الأخرى. يعني مرات نحن ما نحتاجوش حتى للدورية اللي يكون عندنا أمن معلومات عالي جدا، ويكون عندنا جهاز أمن معلومات. وهنا أنا نوجه رسالة في زمان وجهتها للسيد اللواء ونسبه خمادة، واليوم نوجهها للسيد الفريق عبد الرزق النظوري، عليه في الغرفة الأمنية تفعيل جهاز أمن المعلومات بشكل عاجل ومهم جدا. نقيب طارق، مسألة أمن المعلومات، الأمن أو الجهاز الأمن الداخلي، يعني في النهاية الإجراء الأمني أو التحرك الأمني على الأرض، المداهمات أو الاعتقال أو القبض، هذه ربما آخر إجراء في سلسلة من العمليات الأمنية تبدأ بمخابرة أو بمعلومات، يعني بحث وتنقيب عن 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 الجريمة حتى ربما قبل وقوعها. أين هو جهاز أمن المعلومات في بنغازي حتى يعني يقي المدينة من الكثير من الخروقات الأمنية التي تقع ويستعملها الآخرون ضد بنغازي وضد القوات العسكرية والقوات الأمنية؟ شوف خويا نبيل، طبعا من انطلاق وتأسيس الغرفة الأمنية في مدينة بنغازي جاءت استجابة من القوات المسلحة لوجود اختراقات عديدة وعديدة جدا في مدينة بنغازي، سواء كانت على المستوى الجنائي خاصة، ولا ننكر عمل الغرفة في الفترات الماضية، خاصة دخلنا أيضا من ضمن أعمال الغرفة في أمور اجتماعية وخاصة بعض النزاعات المتعلقة ببعض العقارات، من يستولي عليهم، من يكون مسيطر عليها بقوة أو بشكل آخر. يعني حتى لما جاء تكليف السيد الفريق عبد الرازق النوري من السيد المشير خليفة بن جاسم حكر للإشراف والمتابعة مباشرة في تأمين مدينة بنغازي، لأن لوحظ وتم رصد بعض المعلومات ورصد بعض التجاوزات داخل في مدينة بنغازي، خاصة في جانب الشق الجنائي، منذ يعني حقيقة يعني من يوم السبت الماضي ويوم الاثنين، وبإذن الله يعني في هاليومين هذين يوجد اجتماع
آخر في الغرفة الأمنية في مدينة بنغازي لرصد الناس المطلوبة، الناس اللي عليها أحكام وهي خارج السجون، سيتم العمل عليها بشكل مباشر حقيقة. ستكون هناك إجراءات صارمة جدا 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 في مدينة بنغازي لكل من يفكر أو أنه يحاول أنه يزعزع أمنه أو استقرار الأمن في مدينة بنغازي. المواطن خاصة في مدينة بنغازي عانى الويلات، عانى الإرهاب في فترات سابقة، نعمل حرب معلوماتية تتعلق بالجانب الأمني، يتعلق بأجهزة مكافحة الإرهاب برئاسة العقيد عبد المرفوعة، وأيضا جهاز الأمن الداخلي والمعلومات أيضا يعمل بشكل جيد وممتاز. هناك يعني بعض الأمور تتعلق بالدعم اللوجستي الذي يتعلق في كيفية الوصول للجريمة، يعني سواء الحد منها قبل وقوعها أو بعد وقوعها، هذا يتعلق أخي نديل بأمور تحتاج إلى وقف الدولة ودعم دولة كاملة للقضاء على الإرهاب، ليس في مدينة بنغازي فقط بل لكل ربوع ليبيا، أن تكون دولة مستقرة، دولة تستطيع أن تحد من الجرائم سواء كانت استباقية أو بعد وقوع الجريمة. بالحديث عن وقوع الجرائم، أنت ذكرت نقيب طارق قضية مقتل المواطنة فاطمة التجوري، ما المعلومات المتوافرة حول هذا الموضوع؟ حقيقة يعني أخي نبيل، يعني ولله الحمد، ولله الحمد يعني تم رفض كل من كانوا في الشوارع وقاموا بعملية البلبلة أو عملية إثارة الفتنة وإشعال النيران في مدينة بنغازي. تم القبض على بعض منهم يوم الأمس من قبل التحريات التابعة للغرفة الأمنية في مدينة بنغازي. هناك شخصيات أخرى مطلوبة للغرفة الأمنية في مدينة بنغازي، وخاصة في قضية هذه الشابة التي انتقلت إلى رحمة الله. حقيقة أخي أعد كل الأهل في مدينة بنغازي وعلى رأسهم أنا شخصيا لمن تهاون على من يعني تطاول في حقوق المواطن في مدينة بنغازي، أيضا الذين يقومون بإجراءات تعسفية، وهذا من ضمن يعني اختصاصات الموكلة إلى السيد اللواء الفريق عبد الرازق النظوري. لكن هل هناك أي معلومات ولو مبدئية حول هذا الموضوع، حول هذه القضية؟ ماذا حصل بالضبط؟ ولماذا تقتل؟ ومن هي أصلا فاطمة التجوري من الأساس؟ هل هناك أي معلومات نفهم منها الموضوع أكثر، بدل من أن يعني يتم الترويج لها عبر صفحات ربما تريد استخدام هذا الحدث لغرض ما وليس لذكر الحقائق مثل ما هي؟ هل لديكم أي حقيقة ما حول هذه القضية؟ هو أخي نبيل يعني جهاز البحث الجنائي بحكم أنها هي قضية جنائية حقيقة يعني يعمل بقدر الاستطاعة، وهناك أثناء يعني كانت متواجدة وكانت مسلحة في فترة وقوع الجريمة وانتقال هذه الشابة إلى رحمة الله. الأجهزة الأمنية ستعمل على ضبط كل من كان في ذلك المكان، هذا معلوم للأجهزة الأمنية. يعني أضرني إلى هنا يعني أستطيع أن أقول يعني الأجهزة الأمنية ستعمل على ضبط من كانوا في مسرح الجريمة مسلحين في ذلك الوقت، وكانوا الذين يقومون بإشعال النيران في مدينة بنغازي. ممكن القصد ليس هو القتل، ولكن القصد ذهب إلى جريمة قتل بأن تكون هناك نار فتنة ونار اشتعال الإطارات في مدينة بنغازي، ورسالة دولية عدم الاستقرار في مدينة بنغازي. هذا بجانب المتعلق بهذه الشابة المواطنة في مدينة بنغازي، سواء كانت هي أو أي مواطن بصفة عامة. لكن نقيب طارق، هناك بعض التعليقات التي تقول، يعني أنت أمس في البث المباشر كنت تقول هذه بنغازي وآمنة يعني، وكنت تمر في الشوارع وفي الطرق ليلا، لكن هناك من يقول يعني ماذا سوف يقول أهل المواطنة فاطمة التجوري إن كانت بنغازي آمنة أم لا بالنسبة لهم أو من وجهة نظرهم هم؟ بمعنى آخر، هناك من يسأل طارق الخراز ويقول لو كانت فاطمة التجوري أختك هل سوف تقول بنغازي آمنة؟ بما ترد على هؤلاء؟ حقيقة يعني سؤال يعني في محل، بنغازي حقيقة آمنة، ولازلت مصر على موضوع الأمن والأمان في مدينة بنغازي، ولكن هناك قضايا وهناك جرائم تقع
وهذا يعني يقع في أي دولة، ولكن خاصة في مدينة بنغازي من كان في سبب في إشعال نار الفتنة وخرجوا بالأثناء في مدينة بنغازي، أبشر إلى أهل مدينة بنغازي في القريب العاجل كل الأثناء المدونة لدينا في الغرفة المركزية سيتم التعامل معها بتعامل مباشرة، إما أن يدخلوا إلى السجون ولا أن وقف أمام سيادة الدولة فسيعرض نفسه وأهله بالخطر. هذه رسالة واضحة جدا كانت أيضا من السيد الفريق عبد الرازق النابوري في كل اجتماعاته الأخيرة في الغرفة الأمنية، التحديد يرسل مباشرة بأشخاص مدانين إدانة مباشرة في جرائم قتل في مدينة بنغازي، سواء كانت في جرائم سابقة، في جرائم سطو، في جرائم سرقة، يشوهون القوات الخاصة، يشوهون القوات المسلحة، يشوهون الأجهزة الأمنية، يربكون المشهد في مدينة بنغازي. هؤلاء أخي نبيل لا يستطيعون أن يعيشوا على قاعدة مبنية على أمن وأمان وقانون في مدينة بنغازي، فدائما يلجؤون إلى الفتنة. فأعد مدينة بنغازي ونعد الجميع في مدينة بنغازي أن في الفترات القادمة، وليس في الفترات ولكن من اليوم الأمس، الأجهزة الأمنية تعمل على ضبط كل من كانوا يعني يقومون بعمليات التخريب في مدينة بنغازي، وعلى رأسها قضية الشابة فاطمة التجوري. فنعمل على تقديم من كانوا اليوم الأمس ومن عرضوا حياة هذه الشابة إلى الوفاة وأحملوا أهلها إلى المحاكمة وإلى العادلة وإلى العدالة بإذن الله. الكاتب الصحفي عبد الرؤوف الخضر، بالحديث عن الوضع الأمني داخل مدينة بنغازي وأيضا مرور ذكرى احتفال 17 فبراير، هناك من يعني يقارن بين الحالتين الأمنيتين في طرابلس وبنغازي، وأريد أن أسمع من حضرتك باعتبارك كاتب صحفي ومن بنغازي. هناك من يقول، تقولون دائما بأن طرابلس تحكمها ميليشيات وبأنها مدينة الميليشيات، وها هي اليوم تحتفل ويخرج كل هؤلاء الآلاف في يجتمعوا في مكان واحد في حفل فبراير، الأمر الذي لم يحصل في مدينة بنغازي، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بنغازي التي يحكمها الجيش وحررها الجيش من التطرف والإرهاب، فكيف تعلقون على هذا؟ طبعا ما حنجي التعليق حيكون سياسي صرف، لأن ما حدث في مدينة طرابلس شيء جميل جدا، ولكن هو لكل أهالي مدينة طرابلس لكم الفرح ولكم الهناء ولكم الراحة، نحن نتمنى لكم حياة سعيدة ورغيدة. نتحدث كمواطن مدينة بنغازي، تعني لي طرابلس العاصمة وتعني لي زاوية وشقرة وشفارة والكفرة وكنسلوخ وبنغازي وجمينس وكل مدن ليبيا تعني لي الكثير، ولكن هنا عندما نتحدث عن جزئية معينة هناك سدة سياسية موجودة في مدينة طرابلس هي تسيطر على زمام الأمور، فشكلت لجنة للاحتفال ورصدت لها مبلغ مالي لا بأس به، ومن هنا انطلقت الاحتفالية موفقين في هذا الاحتفال، ووجهوا رسالة التي أراد منها السيد الدراجة الذي يريد أن يثبت للعالم أنه متمكن. لكن سيد عبد الرؤوف، هذا بالنسبة للتنظيم، لكن سوف أعطيك أن تكمل، لكن هذا بالنسبة للتنظيم، لكن ما الذي دفع كل هؤلاء الآلاف أن يخرجوا ليحتفلوا إن لم يكن يشعروا بالأمان في طرابلس؟ طبعا يشعروا بالأمان أو سبب خروج كل هؤلاء، صحيح هذا سؤال مهم جدا، وكل الناس تساءلت ما هو عدد الجمهور الذي تواجد في ساحة الشهداء. طبعا عندما نمر على جهات معينة تحظى بثقة أهل طرابلس على سبيل المثال قوة الردع وبعض القوى، مثلا على سبيل المثال القوى الثالثة في التي تابعة للرئاسي، تحظى بثقة من الناس بحكم الانضباطية في زيهم وفي سياراتهم وكذا، فعندما يرجد الأقواس الأمنية والبوابات الأمنية والتفتيش ويدرس سيارته البعيد ويبدأ مجرد أول مواطن يخش، نحن شفنا مع الظهيرة كان العدد بسيط، أول مواطن يخش يبدأ يتصل بزميله راهو تعال راهو الوضع بدا كويس من غير جرب من غير تعال خش راهو مغمطين الموضوع درس سيارتك بعيد وتعال عليك رأيك. هذا يعني احنا الليبيين احنا عارفين ان السوشيال ميديا اكثر حاجه توصل، مجرد انه يبث مباشر واحد يجيب الاخر، والحمد لله كان احتفاليه خليط فيها من الجنسين الذكور والاناث، وكانت احتفاليه رائعه جدا، يعني الناس كانت محتاجه للفرح يعني.
محتاجه ان تطلع في السحاب. ولقيت المناخ المناسب اللي جهز الطرف السياسي اللي احنا تحدثنا عليه اللي هو يبيها كمكسب سياسي. بينما مدينة بنغازي ليش ما دارتش احتفال؟ هذا هو سؤال مهم آخر مهم جدا. مدينة بنغازي ليش ما دارتش احتفال؟ لعدم وجود أصل ميزانيات لإزالة القمامة، لعدم وجود ميزانيات لإزالة مخلفات الحرب، لعدم وجود ميزانيات. خلينا نحكي بصراحة، الحكومة المؤقتة ما عندها شيء، وكذلك مدينة بنغازي ما عندها شيء. شن الحاجة اللي تبي تسرق فيها؟ يعني تبي ترصد 2 مليون في احتفالية وأنت في مدينة أصلاً مش هتطلع 2 مليون من مصرف؟ خليني وخليك، يعني معلش نحن في لفظ خليني وخليك، يعني بي 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 بأشد استيعاب، هذه حقيقة يعني مدينة بنغازي. فترك الأمر للشعب عامة وفرحوا الشعب وطلعوا وزينوا سياراتهم بالأعلام وبيبوا ونشوف الشوارع مدينة بنغازي ولو بشكل بسيط، وصبوا قدام محكمة الشمال وقوفا على أطلال الثورة. فعلا يعني صبوا مثل الثورة في 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 شيلة أعلامه وأمام محكمة شمال بنغازي، وكذلك انتقلوا إلى ساحة الكيش وجالوا في وسط مدينة بنغازي ولو كان الفرح مكسور. الفرح مكسور وين؟ إن فعلا عندنا مشكلة إن فبراير سلبت منا. من سلب فبراير هو من رحل بها، هو من رحل بها خارج مدينة بنغازي. طلع من بنغازي مش أبينا طلع. من سلب فبراير سلبها في معلش سامحني سلبها بعد 25 عضو في المجلس الانتقالي، او في بالاحرى بعد شهرين من تشكيل المجلس الانتقالي كما ذكر السيد عبد الحفيظ غوغا. يعني هذوما من سلبوا المجلس الانتقالي، هذوما من سلبوا الثوره اللي نحن نسموهم بالوصف الصحيح الاسلام السياسي. ادعوك عبد الرؤوف الخضر، ادعو ايضا النقيب طارق الخراز معنا فيديو، الفيديو باسم لاجلك بنغازي، اصدار جديد صدر من القوات الخاصه في بنغازي يظهر بطوله الكثير من افراد القوات الخاصه وعدد من الكتائب المسانده للقوات الخاصه في حرب تحرير بنغازي من براثن الجماعات المتطرفه والارهابيه. الفيديو موجود على صفحات القوات الخاصه على الانترنت، نعرض هذا الفيديو ومن ثم أعود لأسمع تعليق أخير منكما نقيب طارق الخراز وعبد الرؤوف الخضر بخصوص بنغازي وما الذي تستحقه بنغازي سواء من أهل بنغازي أو من عموم الليبيين. نتابع هذا الفيديو ومن ثم نعود. هي دمعات الفرح يا حال ولا دمعات الشباب اللي تذكر فيهم انت؟ هي الامام علي صحيح يتمطع دوج واحد الله
العشوب ولا فارق الله يشيلها والله فارق الجوف والله يخاف من الموت الموت وحده الموت وحده المظاهر غير صحيح رجالي كانوا في البيداد البيداد يبين الرجال تاريخ يشهد نقيب طارق الخراز والكاتب الصحفي عبد الرؤوف الخضر تابعنا هذا الفيديو. في الحقيقة هذا فيديو من فيديوهات كثيرة ومن حقائق كثيرة إما سجلت بالكاميرات وهناك الكثير مما لم يسجل. تضحيات كثيرة قدمت وافتديت بها بنغازي حتى تتحرر من الإرهاب. كنت تقول نقيب طارق في التسجيل الخاص بك بأن دول تحارب بنغازي وليس مجرد أشخاص أو مجموعات متطرفة. بعدما تبعنا هذا التسجيل من القوات الخاصة ماذا يمكن أن نقول؟ كيف يمكن فعلا أن تخرج بنغازي من هذه الحالة الغير مستقرة للأمن وهذا الاستهداف لها من قبل أطراف كثيرة سواء في الداخل أو في الخارج؟ ما نوع المساعدة التي تحتاجونها حتى تقفوا أنتم كأجهزة أمنية جنبا إلى جنب مع المواطن والشارع في بنغازي لتتحرر بنغازي ليس فقط من 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 المجتمعات المتطرفة في ساحات الحروب التقليدية وإنما حتى في الساحات الخلفية وفي الطوابير الخلفية؟ أخي نبيل حقيقة لي الشرف أن أعلق على مثل هذا الفيديو على أبطال القوات الخاصة وهذه من ضمن الحرب الممنهجة هو فقد ثقة المواطن بدور القوات المسلحة وخاصة القوات الخاصة ماذا قدمت لمدينة بنغازي
على غر 5 سنوات من 2013 وقوات الخاصة تقارع الإرهاب، عندما كانت لا دولة في فترة عندما كان المؤتمر وكانت حكومات تدعم الثوار الذين كانوا في ذلك الوقت هم زعزعة الاستقرار وهم كانوا داعمين للإرهاب. وقوات الخاصة كانت دائما حماة لمدينة بنغازي، حماة للأجهزة الأمنية. أتذكر الكثير والكثير من القوات الخاصة، أتذكر الشهيد سالم النيلي الملقب بعفاريت عندما كانت تحاصر الأنصار الشريعة في ذلك الوقت والقاعدة، مديريات الأمن، من كان يقف داعما للأجهزة الأمنية كان سالم عفاريت والقوات الخاصة تدعم الأجهزة الأمنية. عندما نادى أهل رفع بيدة في مدينة بنغازي في الحرب في ذلك الوقت في شهر ديسمبر عام 2013، القوات الخاصة قدمت 18 شهيد في ذلك الوقت، واستنكرت حكومات كانت في متمثلة في ذلك الوقت المؤتمر الوطني الدور البطولي التي قدمته القوات الخاصة. رسالتي كانت بالأمس إلى كل من يشكك في دور القوات الخاصة وأنه يحاول أو يفكر أنه يشوه دور القوات الخاصة، نقول له ونعيد أننا قلنا له هيهات، ونقول له أيضا ليس كل من يرتدي الزي العسكري أنه من القوات الخاصة، ليس كل من يقوم بارتكاب الجرائم هو من القوات الخاصة. القوات الخاصة مؤسسة عريقة، مؤسسة تاريخ وباع طويل في ليبيا، وهي صمام أمان لمدينة بنغازي، ونعول عليها أيضا في حفظ الأمن في مدينة بنغازي. الرسالة واضحة أخي نبيل، هو فقد ثقة المواطن بالقوات المسلحة وخاصة بالقوات الخاصة في مدينة بنغازي. الحقيقة كلهم يقعوا في الأخطاء وكلنا خطاؤون، وأنا على صعيد الشخصي لربما أكون مخطئ وأكون مصيب بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن ألا نفرط في هذا الوطن وألا نفرط في الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة. شكرا لك النقيب طارق الخراز، يبدو أننا فقدنا الاتصال به. الكاتب الصحفي عبد الرؤوف الخضر، عبد الرؤوف معك. نعم. يعني فقط أريد أن أسألك هذا السؤال كمدخل ومن ثم تجيب على راحتك. يعني بنغازي رأينا هؤلاء الشباب جلهم من أبناء بنغازي ضحوا بأرواحهم بأجسادهم بدمائهم لأجل تحرير المدينة، يعني وربما هناك ليس حتى من القوات الخاصة أو من القوات المسلحة لكن لبى نداء الواجب، رغم أنه ليس واجبة، يعني هناك قوات مسلحة تقوم بهذا الغرض، هناك شباب متطوعون تطوعوا وضحوا بأنفسهم ورحلوا لأجل بنغازي. في المقابل هناك أيضا من أبناء بنغازي من يفجر، من يلغم، من يقتل، من يزعزع الأمن. كيف يمكن فهم هذه التركيبة المتناقضة؟ طبعا هي ليست تركيبة متناقضة لأن هم الاثنين ليسوا واحد في الحقيقة. هي لولا في الفيديو اللي احنا شاهدناه شفنا كم مشهد مؤثر. لا أنا لا أسأل عن التناقض فيهم هم، وإنما يعني عن هذا التناقض داخل بنغازي. يعني هناك الآلاف ممن يضحون لأجلها، وهناك يا أخي من يزعزع أمنها ويقتل أهلها بالمفخخات والتفجيرات إذا ما استثنينا الجماعات الأجنبية الإرهابية. كيف يمكن فهم هذين الابنين من أم واحدة وهي بنغازي؟ تفضل. طبعا هذين الابنين من أم واحدة في بنغازي، يونس المبروك بفلي، أحد أصحاب الفتاوي عند الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، دعا في إحدى اللقاءات التلفزيونية على قناة ليبيا الأحرار أن هؤلاء الشباب سيكونوا قنبلة موجودة. نتحدث عن مجموعة شباب تم غسل أدمغتهم بأفكار إرهابية، أفكار تدعو إلى القتل، وصولا إلى تفخيخ وتفجير أنفسهم أيضا. ينتقل هو يعني يعني أنت تبي على شخص بإمكانه أن يربط حزام الناس في نصفة ويمشي بين الناس ويفجر روحه. تحدث عليه من مثل مبروك، واضح هذا في شيء تسجيل كامل. طيب يعني. طيب. وبس عبر قناة ليبيا الأحرار. للأسف الشديد هذه الواقع، وهذا واقع مرير، أن الناس شنو غسلوا لهم دماغاتهم، شنو هن الأفكار اللي هم زرعوه فيهم، أن الجهاد هكي، أن الإسلام هكي، أن كلمة الحق تعليها هكي، أن الموت في سبيل الله أنك تفجر روحك بين 3-4 أشخاص، منهم عيل صغير وولية كبيرة ورجل مسكين ورجل يخدم على حالة قال يسترزق على حالة. هذا الرسالة التي وصلوا لهم، وهذه بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن الدين وعن معالم ديننا السامح.
يعني ديننا بسيط وسهل. فأصبحت هذه هي المفارقات. شباب بنغازي ما يسيبوش بنغازي، عرب بنغازي اللي تربوا في الشابي وعرفوا سيخريديش وعرفوا التامة وعرفوا المنقار وعرفوا جليالة، بنغازي اللي هي جهاد، اللي هي الثورات، اللي هي الانتفاضات، اللي هي الحركات. بنغازي يعني شرفة منارة أعلن منها استقلال ليبيا. بنغازي هي أول معركة لجهاد الإيطالي، معركة جليالة والمنقار. بنغازي هي الحرب ضد الطليان. بنغازي هي انقلاب 69. بنغازي هي 17 فبراير. بنغازي هي الكرامة. بنغازي هي كل الانتفاضات، الانتفاضة الطلابية في 14 يناير وغيرها من الحركات المعروفة في مدينة بنغازي. بنغازي معروفة دائما بؤرة التغيير السياسي، فدائما شبابها دمها فائق، شبابها ما يسيبوهاش سواء يتنادوا حتى ولو ما كانش في القوات المسلحة. نعرف ناس مهندسين ودكاترة وأطباء شالوا انكشفوا السلاح وواجهوا الإرهاب. واجهوا من؟ واجهوا واحد قاعد يقتل ما عرفش يفرز بين سياسي بين عسكري بين أمني بين مثقف بين متعلم بين مش متعلم بين كبير بين صغير. وعندنا مثال في سامي الكوافي ومصر في توفيق بن سعود رحمة الله عليهم، هم اثنين مثال يعني شباب صغار يعني أطفال في عمر الورد، يعني واحد منهم 17 سنة والثاني تقريبا 17. حتى الإجراء الرسمي اللي أنا بيجي تقول عليه رجل مدون في الدولة لازال ما بلغش ثاني 17 عام الله يرحمهم هم اثنين. يعني وصلت بهم قعدوا يقتلوا من يالا يقتلوا من يالا، فما فيهاش إلا أن ينتفضوا جميعا، ينتفضوا جميعا، مش تنتفض قوات مسلحة أو تنتفض أجهزة أمنية، لا مدني عسكري غيره تنتفض وتوقف إنسان الدم اللي وصل معدل اغتيالات في مدينة بنغازي في 2013 لأكثر من 26 اغتيال اليوم، وفي المساجد في دور عبادة في رمضان في شهر الله الحرام من يقتل ومن يقتل؟ واحد يقتل باسم الله، يقتل باسم الدين، والله منا براء والدين منا براء. هذه حقيقة يا أستاذ نبيل والناس عارفينها، نحن ما نبغوش نعرف المعرف اللي نبغوا نوضوها إن ليش مازال يزج بالعيال وينضحك عليهم ويجي فجر روحه في وسط بنغازي. بانت الحقيقة وتكشفت الأمور. نوري بوسهمين من يومين كرئيس مؤتمر وطني سابق فاشل جدا يطلع في تصريح يحكي يقول نحن دعمنا بجرافات لدعم الثوار وطلعوا مش ثوار، طلعوا إرهاب داعش. نعم شكرا يعني لك. هذه مش بجديدة. نعم شكرا لك عبد الرؤوف الخضر الكاتب الصحفي، أيضا الشكر للنقيب طارق الخرازي المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي. إذن وصلنا إلى نهاية الحلقة، لم يبقى إلا أن نعرض التسجيل الأخير. تم تكريم الحاج المرحوم خليفة آدم مفراج الكحاشي في مدينة طبرق بدرع رجل العام 2018 لكثير من مواقفه الخيرة والتي يشهد لها كل أهالي طبرق، حي سنينات وحي بابدرنا والكثير من أهالي طبرق الذين اصطفوا طوابير في موكب عزائه ودفنه في مقبرة طبرق. نتابع هذا التكريم، وأيضا أجرينا مقابلات، أخذنا كلمات مع أخوته مع أصدقائه مع جيرانه وحتى مع زملائه في العمل في مدينة طبرق. تحدثوا كثيرا عن خصال الحاج المرحوم بإذن الله تعالى خليفة الكحاشي. نتابع هذا التسجيل ومن ثم نعود حتى ننهي هذه الحلقة. أولا إن لله وإن إليه راجعون. اليوم تأبين أحد شخصيات طبرق ومعالم من هالمدينة تصف بسيد تبي الله، أولا غير إنه كان في مدير أحد مصارف الزراعية في مدينة طبرق ويشهد له الموظفين والأعضاء بنزاهة العمل والصدق. إلا المرحلة الثانية اللي هو خدمة بيوت الله، واللي عند الله ما تريحش. السيد الله يرحمه ويسامحه المرحوم خليفة يادم فراج مؤذن لجامع سنينات من قارب 40 عام، يوم إنه أمرض وغير صحته دمت غير من وقت للأذان، جات الأقدار إنه يلقى طفل ضايع في هالمسجد، وهذا الطفل قام عنده ومازال موجود عنده لحد الآن. ويا اخواننا اللي صارت راي صارت من معجزات ومن الكرم من عند الله. هذا الرجل ممكن كان يسمع في حي سنينات والقرب منا في الاذان. يوم ما داروا معاه لقاء طلب منا المذيع
انه يذن، هو اذن وسمعاته ليبيا ونص كرة الارضية بالكامل. فهذا تكريم عند الله، هو قبل الوليد وقعد راعي، يعني الوليد اخر كلمة له رحمة الله عليه قال لابنائه راهو العظمة ليش مسلمة، هذا اتمنى حنتمناه وحيقعد احد ابنائي. وهذا الطفل المحثور عليه نقوله ابن خليفة، ارفع على فوق شوي، هذا الطفل اهو عبد الرحمن يعطل. تعال تعال، هذا الطفل اهو حمود كسري عبد الرحمن، خليه يسيب السيدير براحه. قرعه ابناء خليفه عندنا مش شوي. يعجبني اللي يقول لا بعدك يا المضروره ولا بعدك يا الرب طبيب ولا بعدك يا زرع الشارع ولا بعد الوالدين حبيب. على كل حال ابناء خليفه ان شاء الله فيهم الخير. ويعجبني اللي يقول سياس المحبه ما زي المحبه وسياس العداوه ما زي النكور، وعش الغراب الثور فيه غرنبه وعش السقاوه الثور فيه صقور، ان شاء الله الدار ماش خاليه. والله العظيم يعني نقول لاخوتي الكحشات والناس اللي موجودين قدامي خير شاهد على يعني ان المرحوم في جنات الخلد باذن الله تعالى حضور طبر كله، اكبر جنازه في طب، له مسؤول ولا هو مسكاني ولا في النواب ولا شيء، انسان بسيط ولكن مؤذن هذا المسجد. وزي ما قال اخوي كمال ان الطفل قلت له، قلت له يا سي خليفه هذا رزق جاك لعندك في الحوش، قال انا مش حنسيبه جوهله بهم جوهله يعتبر ابني يعني. المهم انتم اخوتي لك عشان ما تزعلوش عليه الرجل هذا، والله ما تزعلوا عليه، صح الميت فقدوه يزعل عليه، لكن لما يكون تاريخه زي التاريخ المشرف للمرحوم هذا كنوا سعداء جدا، نقولها بصوت عالي يعني. اليوم طبعا فيه حفل تأبين للفقيد، وعندنا بعض الكلمات، هنالك درع مقدم من المجتمع المدني ومن شباب طبرق ومن جمعية الميدان. حقيقة يعني كلنا تكاتفنا اليوم وصلينا العصر في جامع الملك إدريس، وجينا اليوم في ضيافتكم وفي ضيافة الرحمن بإذن الله تعالى والمرحوم بإذن الله تعالى. المرحوم تربطني به علاقة صداقة منذ الطفولة، علاقة قوية فيها تقدير، فيها محبة، فيها وفاء، فيها ما هيش علاقة صداقة، علاقة مصالحه. طبعا اللي عرفته على المرحوم يده طاهرة، قلبه نظيف، وفي مخلص، صادق، أمين، حكيم. هو طبعا مدير المصرف الزراعي، لم تثبت عليه أي مخالفة مالية في الفترة اللي قضاها في هذا المصرف. صحيح هو من رواد المساجد، ونطلب من الله العلي القدير أن يدخله جنات الخلد. في عام 1971 قد التحق الفقيد بالمصرف الزراعي بفرع طبرق، وقد عمل طيلة العام 1991 وهو أحد موظفيه بقسم الحسابات وقسم السندات وقسم القروض، وقد تقلد منصب مديرا للفرع عام 1992. فنحن أسرة المصرف الزراعي فرع طبرق والمتمثلة في حافظ إدريس محمود جريري نائب مدير الفرع، والحق وأقول أنك يا حاج خليفة آدم وفراج قد زرعت فينا الإخلاص والدقة والانضباطية والنزاهة في العمل، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أرحم يا رب أخوي خليفة يا رب يا آدم وفراج، وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. والله يا رانا فقدناه، ولكن لا إله إلا الله، أمر الله ونافذ. كان حنون فينا، كان هو اللي ضمنا مع بعضنا، كان هو اللي أي حاجة يعرك فينا عليها، أي حاجة ما مضبوطة يهرج عليها. الله يسامحه، الله يسمح له، الله يسمح له، الله يرحمه ويسامحه. قلنا عوزنا بكل حاجة، عوزنا بالجمعيات، عوزنا بالدفع، ويمر عليه كل يوم يمر عليه واحد ويصور فيهم، واللي يمرض يمشي له، واللي خاصته حاجه يعطيه ورق الريح يعطي فيه. والله يرحمه ويسامحه، والله يسامحه سامح. جيران لنا فوق من 40 سنه، ونجي للجامعه، وين ما نجي للجامعه نلقاه قدامي. هذه وحده الله، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يوفق في ذريته، والله يرحمه ويسامحه. شخصيه العام 2018 طبرق، تقدم جمعية الميدان طبرق بكل الشكر والتقدير والثناء والاحترام على ما قدمه المرحوم من عمل
داخل المساجد والمحافظة عليها والمشاركة في الصلح بين الناس والكلمة الطيبة. جمعية الميدان للأعمال الخيرية بمدينة طبرق. بارك الله فيك بارك الله فيك. شيخ عادل اكتمل لنا بفتحة. رحم الله الحاج خليفة آدم أبو فراج الكحاشي، وشكرا لكل من يعني توجه إلى ماتم الحاج خليفة، وشكر لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وعلى رأسها جمعية الميدان على تكريمها للحاج خليفة بدرع رجل العام أو شخصية العام 2018. وفي النهاية يعني هذه المادة أو هذه الفقرة التي نختم بها يعني تعطينا درس كبير، وهو أننا كلنا مغادرون، وفي النهاية لا يبقى إلا الصيت. فإن عمل الشخص خيرا سوف يذكره الناس بالخير، وإن عمل شخص شرا لن يجد من يترحم عليه. وانظروا كم عدد الناس الذين ترحموا على الحاج خليفة آدم أبو فراج، سواء بحضور شخصي بالتكريم وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لمواقفه الخيرة. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أكثر، شكرا وفي أمان الله.